ادخل بقى احنا اونلاين دلوقتي يا مستر صديق. يا هلا يا هلا، ورقك على طول كده وجاهز داخل سخن وماسك القلم في ايدك بالراحه، بس الناس تيجي كده وتسلم عليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، كله والله حلو. الحمد لله. سان طيب، وانت بالصحة والسلامة. انت طالع معايا في الحلقه الاخيره، يعني بص مسك الختام. ختامه مسك يا باشا. اه والله ربنا يستر، عادي. ربنا يستر بس في موضوع التخليص الجمركي دوت. لا لا هيستر ان شاء الله. احنا بنتكلم علميا نظريا عمليا بطريقه شيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بيومي باشا، خالد ابو سلامه، كله تمام. بص بقى، اسرع ريسبونس تلاقيه ما شاء الله على البيج، ناس ما بتهزرش، مش تقعد مثلا ربع ساعه لحد ما الناس تبدا تانجيج معاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتم وانت الصحبة طيب يا استاذ غالي. وعليكم السلام يا استاذ لميس. جلال حبيبي محمد. عايز اقول لك بقى محمد جلال، تمام؟ كان شغال معايا طول سنة ونص، نجم نجم، مفيش حاجة تديها له الله أكبر إلا ويخلصها لك هوا. في ناس محترفة ما شاء الله. أحمد، تمام، السلام عليكم، كل سنة طيبين. محمد ربيع، تمام. محمد عبد الوهاب، مساء الفل، كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. عبد الرحمن، كل سنة طيبين. أحمد أحمد، رضا، أحمد منورين. جاهزين ان شاء الله. معاكم ورقه وقلم يا رجاله ولا لا؟ عشان الموضوع كبير كبير. صام طيبين، محمد كامل، هبه وجيه منورين، تسلمي. محمد حامد، السلام عليكم. وعليكم السلام. راشد باشا، منورين والله، كل سنه طيبين. الكلام العلمي للاسف مش بيتطبق، بالذات في التخليص. بدانا نخش بقى في المشاكل. ايه ده بس كده، ربنا يستر. هنقول لك كل المفيد ان شاء الله. هنخش من في مشاكل من اولها، انا لسه ما بدأناش. صباح طيبين، حاتم، محمود، مصطفى، عبد الناصر. الحلقه بنجهز لها من اسبوع اهو. خلي بالك برضو الحته بتاع التخليص دي، يعني ما بلاقيش كتير حد بيتكلم فيها كده كفانكشن لوحدها. يعني ما المشكله ان انت دايما زنقني فيها، يعني انا معلش انا شغال عارف انك بتاع لوجيستكس والله. كويس، دايما تيجي تزنقني في حته التخليص ديت. انا سمعتها منك. الحاج ده حاج ما بيهزرش، العلم في الراس مش في الكراس. ماشي، حضرتك جمركي، انا تخليص جمركي مينا دمام في السعوديه. اه حضرتك كنت بعت كومنت، طبعا اهلا بيك، ويا ريت حضرتك معانا كده على طول. تامر زاهر، جزاهم الله كل خيرا، جاهزين يا اساتذه، منورين والله. كده الناس على اهبه الاستعداد يا مستر صديق. انا عارف والله انك راجل بتاع اللوجيستكس كله، بس انا في مره كده انت رح تعمل لي ورقه اي 4، وقعدت تقول لي الكاستمز عباره عن 1 2 3 4 5. فاكر واحنا قاعدين في الكافيه؟ اتمخمخت بصراحه، وانا بحب البساطه دي، بالنسبه لي اهم حاجه. ما ده اللي هنحاول نعمله ان شاء الله النهارده. اه احنا هنلعب على شويه نقط كده، بس نستني عدد الناس يزيد ان شاء الله، وهنبدا نتكلم في الموضوع بشكل بسيط. يعني ان شاء الله الناس، انا متخيل الناس هتحس بفرق. محمد شلبي باشا مصر حبيبنا، نفسي اكتب كومنت بدل ما انت بتعمل منشن للشخص، اكتب حاجه لو سمحت. محمد عيسى، السلام عليكم، من واقع نزولي في المينا وشغلي دكتور هشام، والله فعلا مش بتطبق ماشي اوكي. يا جماعه بقى الكلام ده على جنب. طيب خلينا برضو قبل ما نبدا كده، بس يعني ايه، نعمل انترو سريعا. احنا كده مستر صديق، دي الحلقه ال 12، تمام؟ اتكلمنا في رمضان وقبل رمضان، اتكلمنا على السبلاي تشين كارير عامه، يعني ايه ومجاله عباره عن ايه. بعد كده دخلنا في السبلاي تشين استراتيجيز، ريسبونسيفنس وافشنسي واجيليتي وادابتابيلتي، وحبه كلام لطيف كده. بعد كده اتكلمنا على اللين، وبعد كده دخلنا بقى في البلاننج، وبعد كده دخلنا على البروكيورمنت، بعد كده خدنا البيمنت تيرمز والانكو تيرمز، وبعد كده دخلنا على الفريت فوروردنج، وبعد كده دخلنا على الاوشن فريت، وبعد كده الاير فريت، وبعد كده الرود ترانسبورت او التراكنج، وبعد كده الوير هاوسنج، وبعد كده النهارده الكاستمز. انا كده يا باشا عملت اللي عليا ولا ما عملتش اللي عليا؟ طيب هقول لك على حاجه مهمه جدا. الموضوع اللي انت قلته ده كله هو
مترابط، هي بالفعل هي تشين، يعني هي سبلاي تشين، فهي كلها حلقات متوصله ببعض. حلو. الزملاء اللي داخلين فنانين علينا في موضوع المشاكل ده، انا فاهم قصدهم، وهنحاول نغير النهارده وجهه النظر دي. حلو. الموضوع عامل زي ايه؟ عارف انت لما تعمل داونلود كده لفايل من على الانترنت ويقول لك انت قدامك 3 4 ساعات وتلاقي السيكونس كويس وماشي معاك 100 100 وتيجي عند ال 99% بعد ما تبقى خلاص انت استهلكت 3 ساعات و50 دقيقه وتيجي في اخر 10 دقائق في ال 1% ده بيقعد. ايوه صح، هو ده التخليص الجمركي. ايوه دي حقيقه، هو ده التخليص الجمركي. طيب نرجع اعرفك الاول، بس دي اعرف نفسك الاول قبل ما نخش على التخليص. ماشي. انت الاول كليه ايه؟ تجاره عين شمس دفعه 2003. تجاره عين شمس، حلو جميل. طيب وبعد كده اشتغلت فين؟ ربنا كرمني، اول ما خلصت الكليه اشتغلت على طول، اشتغلت 6 سنين في شركه مالتي، في شركه ناشونال، كنت ماليش علاقه بالسبلاي تشين 6 سنين. اوكي. بس انا كانت دايما البروسيس بتاعت السبلاي تشين قدامي، لان انا كنت محاسب في اداره الائتمان اللي ماسكه حسابات العملاء كلها. فانا شايف الفلو بتاع الماتيريال من وهي الخامه لغايه لما بتطلع وتوصل للعميل بالتحصيلات بالبيمنت بالدوكيومنتيشن كل حاجه انا شايفها قدامي. بعدها رحت في شركه ثانيه محاسب، شركه مالتي ناشونال هنديه. بعد شهر كان في المدير بتاع السبلاي تشين طلب مني ان انا اعمل شيفت كارير وادخل معاه. اوكي. استخرت ربنا واستشرت حبايبي طبعا اللي في المجال، كله قال لي ادخل، وخاصه ان انا ما بحبش الشغل الروتيني، احب الشغل اللي فيه الاكشن. حلو. لبى والسفر والكلام ده كله. قعدت 4 سنين دولت كانوا بالنسبه لي 4 سنين انتحار. تمام؟ دخلت فيهم استيراد، تصدير، تخليص جمركي، مشتريات محلي، مشتريات خارجي، مخازن، دروباك، سماح مؤقت، دعم صادرات، رد ضريبه مبيعات. رحت سافرت موانئ مصر كلها الحمد لله في الاربع سنين دولت، اسكندريه، دخيله، بورسعيد، دمياط، سخنه، ادبيه، سفاجه، نويبع، حتى معبر العجل على على حدود اسرائيل انا رحت. رحت قلنا في المينا مش عارف في حتى لفه محترمه الحمد لله، وكانوا 4 سنين عذاب، بس دولت الاربع سنين اللي غيروا حياتي كلها. عظيم. بعدها رحت 4 سنين تانيين في شركه تركيه مالتي ناشونال برضه، رحت مدير لوجيستكس اند بريكيورمنت مانجر، كنت ماسك كل الاستيراد والتصدير والمشتريات الخارجيه والمحليه، وكان معايا برضه جزء من المخازن. حلو. الفتره دي كانت فتره رايقه بالنسبه لي عكس الاربع سنين اللي قبلهم، بس الحمد لله كنت بركز ازاي ان انا ابقى مانجر. يعني انا خلاص بقى دخلت مانجيريال ليفل، فكنت بركز ان انا ازاي اطبق اللي انا استفدت بيه في الاربع سنين الاولانيين ان انا ازاي اطبقه في المانجيريال ليفل. والقاسم المشترك ما بين الثلاث مصانع ان انا حضرتهم وهما تحت الانشاء. اوكي. الموضوع من هو تراب. خدته فروم سكراتش. بتاعه البنى مش داخل على مكان جاهز بتتعلم، بتاخد السيستم وبتطبق السيستم، لا انت اللي بتبني السيستم. بتعرف السيستم ده. في سنة 2017 دي بعد في الشركة الثالثة ربنا كرمني وانطلقت بقى في البرايفت بزنس، عملت شركة خاصة بيا. أيوة. في مجال الخدمات اللوجستية والاستشارات، بقدم خدمات شحن ونقل وتخليص. فرشتها معاك يا أشقة. فرشتها معاك بقول لك. حبيبي. انت عارف عندنا ايام جميله يعني مع بعض. وبقدم برضو الاستشارات الدروباك والسماح المؤقت ودعم الصادرات، ومعايا استشارات الاستيراد والتصدير. ان انا الحمد لله بدرس في بعض الاماكن، جامعات ومراكز، بالاضافه ان انا الحمد لله شرف ليا ان انا ابقى جزء من كيان كبير جدا 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 اسمه ASCB، الاسوسيشن طبعا بتاعتنا اللي عايزين نعمل فيها حاجات كتيره في مجال السبلاي تشين ونغير شكل المجال كله يعني ان شاء الله. ده يا عم الانترو العظيمه دي. ده موضوع كبير كده. طيب خلينا نشوف بس الناس كده سريعا وبعد كده نخش في الموضوع على طول. عثمان منتظركم بفارغ الصبر، تسلم. مصطفى وعليكم السلام. شريف طاهر سلم عليك، منورين يا رجاله. السلام عليكم احمد ماهر، باشمهندس محمد عمر الفاروق. بيصب عليك قلب اسود، مش عارف ده معناه ايه بس اكيد حاجه كويسه ان شاء الله. عوض عم الناس كلها، كريم حبيبي يا كيمو. عوض عماد، بالمناسبه خليني اقول على حاجه مهمه، عوض عماد مهندس
وكان بياخد معايا كورس ما شاء الله معذب الناس بتوع اللوجيستكس عنده في الشركه. حلو، يلا بينا نبدا. نبدا من فين؟ عايز نبدا من فين؟ خلينا نبدا الاول ب هو الجمارك. ليه جمارك؟ يعني شايف الجمارك مهمه؟ يعني بتعمل ايه الجمارك للدوله ولا لينا ولا بتاع؟ لان دايما الناس بتخش، بس خلي بالك احنا بس عايزين برضو ننوه عن حاجه. الجمارك فيها شقين، في شق بتاع الرولز والتشريعات والقوانين والدوله والقصه دي، ودي الحمد لله مالناش دعوه بيها خالص، وقصه ثانيه خاصه بقى بينا احنا كمستوردين ومصدرين وناس بتوع شركات شحن والكلام ده كله. اجراءاتنا ايه بقى المفروض نمشي في القصه دي ازاي؟ وده اللي احنا هنركز عليه كمان حتى عشان خاطر موضوع الوقت. ف دكتوره هبه الجزار استاذتي ودكتورتي، معلش ما اقدرش نبدا الا بالصلاه. استنى يا دكتور. ماشي ماشي، فده كده التنويه خلاص، عشان خاطر لو حد ايه عايز يقول اي حاجه في القصه دي مالناش دعوه بيها، القصه الثانيه بقى بتاعت الموضوع نفسه. فخلينا اقول حاجه بس على النقطه دي في حاجه. تمام، عندي جزء مرتبط بالجانب الحكومي. تمام، لو قعدت اتكلم فيه من هنا للسنه الجايه الحصيله اللي احنا هنوصلها هتبقى حاجات بسيطه، لكن صح. انا شايف ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في طريقه تفكيرنا وفي التصور بتاعنا عن عمليه التخليص الجمركي، زي ما انت شفت كده من اول ما دخلنا الكوميشن. عندنا مشاكل كتيره جدا في موضوع الصوره الذهنيه اللي احنا بسميها البارادايم، اللي احنا بنقول عليها البارادايم، الصوره الذهنيه موضوع التخليص. ده اللي احنا بنحاول نصلحه النهارده. حلو قوي. احنا في فرص كتيره جدا هتتقال في خلال الساعه دي لو طبقناها، موضوع التخليص الجمركي دوت هيختلف معانا من السماء والارض. انا متاكد الناس ان شاء الله هتتبسط في الحلقه دي، خاصه ان هي اخر حلقه كمان. فيلا معلم بقى نبدا ب واي كاستمز، ليه الجمارك موجوده في الكون؟ طيب هسال سؤال للزملاء يا ريت يجاوبوا عليه، وهنرجع نشوف اجابته بقى او نرجع نتناقش فيه في اخر الحلقه خالص. هيجاوبوا. عايز من حضراتكم تقولوا لي انتوا شايفين ان مصلحه الجمارك او الجمارك المصريه هي مسؤوله عن نسبه قد ايه من المشاكل؟ يعني حد هيقول هم مسؤولين عن نسبه 100% من حجم المشاكل اللي بتحصل، في حد هيقول 90، حد هيقول 80، حد هيقول 70. يا ريت تبداوا تكتبوا ارائكم وهنرجع نتكلم فيها في الاخر خالص. مشاكل عامه ولا مشاكل في اللوجيستكس يعني؟ لا يعني احنا دلوقتي لما بنواجه مشاكل ما بين مستورد او مصدر وما بين الجمارك، انتوا الراي الزملاء شايفين ان المشكله بتبقى اكتر عند مين؟ واحد هيقول لك انا شايف 80% من حجم المشاكل اللي بتحصل في عمليه التخليص الجمركي سببها الجمارك مش المستوردين والمصدرين. واحد ثاني هيقول انها نسبه 100%. اوكي. واحد هيقول انها نسبه 50. فناخد بقى اراء الناس، يعني في اول واحد اهو بيقول 75%. ماشي، احمد عبد الكريم. هناخد الاجابات ونتكلم عنها في الاخر خالص بعد ما نستعرض الموضوع. ماشي كمل يا باشا. طيب اهميه التخليص بتنبع من فين؟ لسه كنت بقول لك مثال صغير على موضوع الداونلود. تمام، احنا كمنظومه سبلاي تشين فيها بلاننج، فيها بروكيورمنت، فيها سيلز، فيها لوجيستكس. التخليص الجمركي جزء من اللوجيستكس معانا. ممكن نعمل البلان مظبوطه بشكل كبير جدا وتيجي تقع مننا في حته التخليص الجمركي. تمام، يبقى البلان بتاعتي علشان اديليفر برودكت للكاستمر بتاعي تمشي كلها صح ما عدا الحته بتاعت التخليص الجمركي. عندي خامات للمصنع علشان خطوط الانتاج تمشي كلها صح من ابتداء من نقل وتخليص صادر وشحن، وتيجي تقف هنا في الجمارك في مصر بسبب التخليص الجمركي. اوكي تمام، زي مثال الداونلود اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. طيب ده كده بالنسبه لمنظومه السبلاي تشين. طب بالنسبه للتخليص الجمركي في حد ذاته، عايزين نفهم المكونات بتاعه التخليص الجمركي فيها ايه. فانا عندي سبلاي تشين بكل الجهات اللي احنا اتكلمنا عنها او كل الاكتيفيتيز اللي احنا اتكلمنا عنها، وعندنا الجمارك المصريه بالقوانين والتشريعات اللي بتطلع هنا في مصر، بالقوانين والتشريعات الدوليه اللي بتطلع مثلا من منظمه التجاره العالميه ومنظمه التجاره العالميه ومنظمه الجمارك العالميه، وعندنا مثلا جهه زي الاي سي سي. كل ده بيصب مع مصلحه الجمارك، مع الجهات الرقابيه اللي موجوده هنا في مصر، مع الاهداف اللي احنا عايزين نعمل اللي الدوله بتحطها علشان تسيطر على حركه دخول وخروج البضائع. تمام، مهربه بتيجي، في حاجات بتروح ناحيه المصريين، في حاجات بتيجي مطابقه للمواصفات، اسلحه مثلا، بتاع مخدرات، اي حاجه داخله او خارجه فعلا ما ينفعش تعدي كده. يكفي ان احنا نقول ان الجمارك بتتعاون مع اكتر من 33 جهه رقابيه على مستوى الدوله لعمل الرقابه على البضائع المستورده والمصدره. اوكي، يعني انت النهارده هنقول مثلا على سبيل المثال اجهزه الاتصالات، بنروح لحاجه اسمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تمام. انا ايه اللي يضمنني ان الجهاز اللي جاي دوت مش جهاز تجسس؟ ايه اللي يضمنني ان الجهاز اللي جاي دوت مش هيدخل على الموجات بتاعت راديو الجيش والشرطه؟ تمام. عندنا عدادات، عندنا موازين، بنروح حاجه اسمها الدمغه والموازين، عندنا معادن، بنروح الثروه المعدنيه، عندنا حاجه مرتبطه بالصحه، بنروح وزاره الصحه، عندنا اغذيه، بنروح هيئه سلامه الغذاء، عندنا حاجات مرتبطه بالصيدله، شؤون الصيدله، عندنا حاجات داخله في متفجرات واسلحه، بنروح وزاره الداخليه او وزاره الدفاع على حسب نوعها، عندنا كيماويات، مصلحه كده، جهات كثيره جدا يعني مش هنخلص. تمام. فلما نيجي نبص على عمليه التقليص الجمركي، انها فيها قوانين عالميه وفيها قوانين محليه وفيها اهداف للدوله اقتصاديه وامنيه وسياسيه وثقافيه، حتى الكتب اللي بتدخل انا لازم اتاكد من محتواها. هي ما تكونش مثلا غير مطابقه للكالتشر بتاعت الثقافه المصريه او كده. بالظبط. كل مع مشاكل المستوردين والمصدرين، مع مشاكل شركات التقليص والمستخلصين الجمركيين. يبقى انا هنا عندي حركه. حلو قوي. للاسف احنا حتى في الكورسات بنغطي جزء كبير منها من بره مصر. يعني احنا بنشوف الكورسات اللي موجوده بتتكلم على علم بيطبق في كل دول العالم. نيجي عند الجزء اللي في مصر مختلفة. نو كومنت. طب السؤال المهم، هل الموضوع عندي منظم ولا غير منظم من الجمارك؟ لا، هو منظم بشكل كبير. كون ان الناس ما بتسعاش ان هي تعرف، انا دي اول نقطة اعيب فيها على المستوردين والمصدرين واللي شغالين في المجال. الكورسات اللي بره بنجري على الانترناشونال سيرتيفيكتس، ما حدش بيفكر يمسك في ايده قانون الجمارك يقراه. قرايه جرايد. دي اول نقطه. اوكي. تمام؟ طيب. طيب هو في ناس كتيره بقى كتبت 70% 70% في 100% من المستوردين والمصدرين، في 70 60 50 60، فنبقى نرجع لهم تاني برضه. نرجع لهم في الاخر. يعني خلينا نقول ان الغالب من الناس ان هم شايفين ان الجمارك هي المسؤوله عن القدر الاكبر من حجم المشاكل اللي بتحصل في التقليص الجمركي. بالظبط. طيب هنا هنبدا بقى في التعريف بتاع التقليص الجمركي والخطوات والمراحل بتاعت التقليص الجمركي ووضعه على خريطه بس انت في حاجه انت عملتها لطيف قوي، انت عامل حاجه اسمها لوجيستكس ماب كده. اللي هو اللوجيستكس بروسيس بتاعتها تمشي ازاي وفين الجمارك موجوده جوه اللوجيستكس ماب دي. ادينا كده طيب. انت كده سريع عشان الناس تبقى عارفه فين الجمارك جوه اللوجيستكس. طيب انا احنا السبلاي تشين عموما احنا بنتكلم ان انا علاقه ما بين سبلاير مانيفاكتشرر وكاستمر. حلو. اللوجيستكس موجوده في حتتين، ما بين السبلاير والمانيفاكتشرر وما بين المانيفاكتشرر والكاستمر. الانباوند والاوتباوند. بنقول عليه انباوند بالظبط كده، والجزء بتاع الاوتباوند اللي بطلع بيه البرودكت بتاعي للكاستمر. لو مسكنا واحده بس منهم هنلاقي ان هي بتعدي باربع نقط. تمام. اللي هي سبلاير. تمام؟ ماشي. انا بسميها اس بي بي سي. اس بي بي سي. نكتبها لنا. بورت اوف لودنج، بورت اوف ديسشارج، كاستمر. ولو انا بصيتها من ناحيه الشحن هسميها شيبر، بورت اوف لودنج، بورت اوف ديسشارج، كونسايني. اوكي. ماشي. دول الاربع نقط الاساسيه. وفي عندي كام فلو ما بينهم؟ عندي ثلاثه فلو. تمام؟ وعندي كام اكشن؟ عندي اثنين كمان بتوع الكاستم كليرنس. تمام؟ تمام؟ تعالى بقى نبص، انا ايه؟ هناخد على سبيل المثال ان انا عندي بضاعه في مستورد هنا في مصر عايز يجيبها من الرياض. ماشي. ايه اللي بيتم؟ اول حاجه بتتم معايا ان في عمليه نقل بتتم من المصنع او المخزن اللي في الرياض، تمام؟ لمينا زي مينا جده مثلا. ده بيبقى جوه مينا جده هنبدا نعمل اجراءات تقليص صادر، دي على حسب القوانين والتشريعات بتاعه دوله المملكه العربيه السعوديه. تمام. هنيجي بعد كده، يبقى دي كده هنا اول معانا جزء في التقليص الصادر في الدوله المصدره. هنيجي بعد كده على جزئيه الشحن ما بين المينا للمينا، ما بين البورت فلودنج للبورت اوف ديسشارج. انترناشونال ترانسبورت بقى نفسه. انترناشونال ترانسبورت او بنسميها فريت او بنسميها شبك. تمام. هتيجي البضاعه مثلا توصل هنا في مينا زي مينا العين السخنه. عندنا التقليص الجمركي الوارد. حلو. يبقى بقى هنا المشكله. اوكي. المشاكل دي نبدا نطلع البضاعه بتاعتنا برضو انلاند ترانسبورت من المينا بتاعت العين السخنه للمصنع في 6 اكتوبر مثلا او المخزن في العاشر من رمضان، وات ايفر المكان بتاعنا ايه.
يعني مين للجمارك، وارد وصادر، او صادر من البلد المصدر، والوارد ان هو لما تيجي تخش عندنا. بالظبط. الوضع طبعا بيتعكس لو انت المصدر هنا، بتنقل بقى البضاعه بتاعتك مثلا من مين، من منطقه صناعيه مثلا زي 6 اكتوبر او وات ايفر، في اي مكان على مستوى الجمهوريه لهنا، وبتعمل اجراءات التخليص الجمركي سواء في الموانئ البحريه او المطارات او الموانئ الجافه. ماشي، يبقى مواني عادية أو مواني جافة أو مطارات. بالظبط كده. أوكي، عظيم. طيب أنت معايا صح؟ أنا عايز أخش في حاجة مهمة أوي بصراحة، اللي هو بقى الكونتنت بقى. إحنا كده إدينا إنترو لطيفة، تمام، وخليني بقى أوري للناس كده حاجة حلوة، اللي هو الكاستمز ميثودولوجي، منهجية بقى الجمارك دي. أنت عاملها بصراحة في 5W، عجبتني أوي، فخليني اشارها مع الناس ونشرحها، لان هو ده المهم قوي للناس لازم تعرفه. اها، استنى بقى، يعني هنشوف باينه قوي ولا مش باينه، بس ايه، نحاول بقدر الامكان. الشرحات دي مهمه جدا، لو فهمتوها متهيألي انت كده هتبقى فاهم انت مين، وعايز ايه، وعايز توصل لايه، والحاجه دي جايه عشان خاطر تقعد هنا ولا تطلع بره، وايه هي نوع السلعه، كل التفاصيل. اتفضل يا مستر صديق، معاك المايك. خلاص، نبدا بقى التحدي اللي ما بيني وما بين الزبون. يلا بينا. تمام، علشان نفهم الجمارك لازم نفهم الميثودولوجي بتاعت الشغل بتاع الجمارك. حلو. لما بدخل اوقات كتير على جروبس بتاعت جروبس على الواتساب او على الفيسبوك، والاقي حد بيشير مشكله عن التخليص الجمركي، لما برمي عيني على الاجابات بلاقي ان مثلا ما يقارب من 20 30% من اجابات صحيحه، وهي هي نفس الاجابه. تمام. طيب بقيه الاجابات للاسف كلها يعني في العرض. حلو حلو. لما بشوف السبب ايه، ما بعتبرش ان دوت نوع من انواع الهبد بتاع الناس، يعني انا ما بقولش ان الناس دي بتهبد. انا بزعل منهم لان هم بيحكموا على طبيعه خبرتهم في جزئيه معينه. تمام؟ هو في سكه معينه وهي مشت معاه كده، فمش فطبيعي ان هي مش لازم تبقى شرط وتبقى حل عند واحد تاني. ايوه، هي اول حاجه زي ما انت قلتها دلوقتي، هي هو يعني كل واحد بيتعامل في الجمارك بيختلف تعامله على حسب هو انهي كيان. بالظبط. تمام. انا بالظبط زي الدواء. النهارده علشان بكح ودكتور كتب لي دواء معين للكحه، فشفتك بتكح فقلت لك خد نفس الدواء. لا، هو انت ممكن يكون الموضوع عندك اسبابه مختلفه عن اللي عندي، فالدواء بتاعك مختلف عن اللي عندي. طب خلينا نشوف كده. تمام. فخلينا نفهم الاول احنا الجمرك بيفكر ازاي، وايه الاسئله اللي بتدور في دماغ موظف الجمرك وانت داخل تفتح معاه شهاده، عشان كده هو بيرجع يوجهك على حسب ما انت ما بتقوله. طيب نفس الموضوع، خلينا نلخص الموضوع ان في 4 اسئله لازم اسالهم لنفسي كمستورد او كمصدر قبل ما افكر ان انا ادخل البضاعه بتاعتي الجمرك. حلو. اول سؤال، انت مين؟ بتختلف. اه طبعا، اللي هي هو. اجابه السؤال دوت حاجه من 3. انت شخص، انت شركه، انت حكومة. حلو. يا شخص، يا شركة، يا حكومة. بالضبط. تمام. النهارده انا لو شركة ورايح اتعامل مع الجمارك وقال لي هات مستندات الشركة بتاعتك، سجل تجاري، بطاقة ضريبية، قيمة مضافة، رخصة استيرادية، سجل صناعي مثلا لو انا مصنع. تمام. فدي المستندات الدالة على الشركة ان هي ماشية بشكل قانوني. حلو. طيب سؤال، انا لو شخص، هل بروح اجيب سجل تجاري وبطاقه ضريبيه؟ انا بشتغل يا بالبطاقه يا بجواز السفر. طب لو حكومه ولا عندها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه ولا عندها بطاقه. فانا هنا بدخل الاول، لازم احدد في اول مرحله عندي انا مين من الثلاثه دول. حلو. تمام؟ عشان كل واحد بيختلف على حسب الدوكيومنتس المفروض يحضرها. بالظبط. يعني في ناس مثلا بتيجي تستورد حاجات لاستخدامها الشخصي، فاجي الاقي حد مثلا من الزملاء يقول له هو انت عندك بطاقه استيراديه؟ ايه؟ عندك بطاقه استيراديه ازاي؟ انت شخص عادي بالفلوس دي. القانون بيقول ايه؟ من حق كل مواطن مصري ان هو يستورد احتياجاته
الشخصيه في حدود الكميات المناسبه ليه ليه ولاسرته. اوكي تمام حلو. عندي المستند بتاعي البطاقه تمام. طيب هنعدي اول مرحله اللي هي هو اللي هي هو انت مين. طيب السؤال الثاني واي انت جايب الشحنه ليه بالبلد. جايب الشحنه ليه دي انا عندي خمس حاجات حلو تمام. لو انا شخصي عشان هنشوف بقى الترابط ما بين كل سؤال والتاني. لو انا في الهو شخصي ماشي يبقى لازم في الواي ابقى شخصي، ما عنديش حل تاني. استخدام شخصي يعني بالظبط. يبقى جايبها ليه؟ انا جايبها للاغراض الشخصيه بتاعتي في حدود الكميات المناسبه ليا ليا ولاسرتي. اوكي يعني انا النهارده مثلا ينفع اشتري لعبه اطفال؟ انا 37 سنه، ينفع ان انا اشتري لعبه اطفال؟ اه ينفع، لان انا هجيبها لبنتي. اوكي ده استخدام شخصي، كميه قليله وحاجه عندي في البيت بالظبط. طب انا ينفع اروح اجيب 100 لعبه؟ لا، باين قوي ان هي اتجار مش لايقه على شخصي. اكيد هتبيعهم بتاع هتكسب منه، مش هتحط 100 لعبه في نفس اللعبه في البيت يعني عندك. بالظبط تمام. في نقطه لازم نوضحها في الشخصي برضو عشان نبقى فاهمين الميثودولوجي بتاعه الجمارك. تمام. لو انا اعتبرت ان في واحد دبلوماسي جاي من بره او رجل اعمال ملياردير جاي من بره حلو ومعاه 100 بدله في شنطته وقال لك دولت استخدام شخصي بتاعي، والله ممكن. طيب ممكن ليه؟ ممكن عشان ده راجل بيزنس مان مثلا بيجيب كل يوم لازم يلبس بدله مثلا بتاع يعني. لو بصيناها على الكيس بتاعه الدبلوماسي الراجل ده مصر بره صح، الصبح البدله والغدا في اجتماع مع رؤساء دول او رؤساء وزراء في 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 مكان تاني فلازم يلبس بدله تانيه وبالليل العشاء بدله ثالثه فاستخدامه للبدل كتير يعني. ده شخصي برضه عالي بس ممكن الكميه بتاعته تبقى كبيره. ما هي خلاص احنا الموضوع بقى احنا بنقول عليها المكانه الاجتماعيه دي النظره بقى بتاعت موقف الجمله. طيب لو رجل اعمال ملياردير هل يعقل ان الراجل دوت هيجي يتاجر في 100 بدله يكسب من ورا كل بدله 1000 جنيه علشان يطلع في الاخر ب 100000 جنيه؟ لا طبعا مش منطقي. لكن انت الكلام ده لو انا بقى احمد صديق مسافر معايا 100 بدله وراجع نعمل فيهم تجربه حلوه دول ايوه يطلعوني برضه ايه اللي هيحصل؟ هيجي موظف الجمارك هيوقفني. لان النظره بتاعه موظف الجمرك تفرق من واحد للتاني. تمام حلوه المكانه الاجتماعيه دي او النظره الاجتماعيه دي. طبعا هي كل حاجه ليهم ما شاء الله بجد يعني ليها اصول. كويس طيب لو انا النهارده حكومه يبقى انا بجيب الحاجات دي لاغراض حكوميه، مشاريع قوميه، مستلزمات مستشفيات، اجهزه طبيه، حاجات كلها لاستخدام الحكومه، ودولت انا مش هركز فيهم، انا هركز على الجزء الكبير بتاع الشركات. الشركه. لما حاجه اتكلم على الجزء بتاع الشركات هلاقي دايما ان انا عندي ان الشركات بتستورد لسبب من ثلاث اسباب. السبب الاولاني الاتجار. ماشي. تمام؟ ايه هو الاتجار؟ بستورد منتج وبيعه زي ما هو بدون تعديل في شكله. حلو. ممكن اغير في الباكينج بتاعه مثلا ماكسيمم. يعني جبت حاجه في شكاره طب قلتها على اكياس كيلو دي ما فيهاش مشكله، المهم ان انا ما اغيرش طبيعه البرودكت من جوه. ابيض زي ما هو هبيعه، فاهم قصدي؟ ما غيرش شكله. ماشي. يبقى ده اسمه اتجار. ده اتجار، اوكي. يبقى انا كل الشركات التجاريه في مصر هتدخل تحت الايه؟ الحته بتاعت الاتجار. طالما ان هو هيشتريها ويبيعها. ماشي. طيب لو انا هجيب خامه من بره. انا هختلف بقى عن الاتجار، الاتجار ما غيرتش في شكله. ماشي. هنا انا هجيب خامه هغيرها، اضيف خامات على بعض، اغير شكلها، ادمجها، اصنعها. صح. تطلع معايا بشكل فينيشد برودكت، منتج تاني. دي اللي هي مستلزمات انتاج. ده اللي هي مستلزم الانتاج، بس ستوب. هو مين اللي عنده القدره ان هو يحول شكل المنتج؟ التاجر ولا المصنع؟ مصنع. مصنع. طالما انت مصنع بقى تعالى اديني الاوراق اللي بتدل على انك مصنع. اوكي.
فانا عايز منك ايه؟ عايز منك السجل الصناعي. مش السجل التجاري بس. تمام؟ يعني الشركه التجاريه بيبقى عندها مستنداتها في عمليات ان هو يروح يسجل نفسه في حاجه اسمها اداره المتعاملين مع الجمارك علشان يفتح لنفسه ويقدر يمارس عمليات الاستيراد والتصدير، لازم بيجيب سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، قيمه مضافه، والمستند الدال على الايه؟ الاستيراد او التصدير. حلو. اللي هو البطاقه الاستيراديه او البطاقه التصديريه بتاعته. عظيم. طب لو مصنع يبقى هيزيد عليها الصناعه. كويس قوي. احنا عشان كده لازم نعرف فعلا هو ده اللي هو ايه، لان كل حاجه بيختلف فعلا بعد كده في الاوراق بتاعته. اللي هو هنا هيبقى كلهم مشتركين في السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والقيمه المضافه والمستند الدال على العمليه الاستيراديه. اوكي. والتصديريه طبعا. حلو. يبقى انا مستند الانتاج علشان ادخله لازم اكون مصنع معايا سجل صناعي ويثبت ان الخامه ديت هي جزء من مكونات الانتاج بتاعتي، يعني ما اكونش مصنع ملابس. تمام؟ حاجه رمل مثلا. تمام؟ لو جبت اصباغ ماشي جميل داخله في النقاط، لو جبت زراير، جبت سوست، جبت قماش. صح. داخله في النشاط فمحدش هيتكلم معايا. حلو. طيب النظام الثالث معانا في الشركات حاجه اسمها الاستخدام الخاص. اوكي. شفنا كده الاستخدام الشخصي بالنسبه للاشخاص. الاستخدام الخاص هو الاستخدام الخاص بتاع الشركات. لكن شخصي ده في البيت، لكن الاستخدام الخاص ده انا هجيب حاجه احطها في شركتي. بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو انا في مصنع وبجيب خامات وبدخلها على خطوط الانتاج عشان تطلع منتج تام بيتباع، يبقى ده مستلزم انتاج. طب المكنه اللي جت اللي انا بحطها جوه المصنع وبعمل عليها الخامات دي، اجيبها بانهي نظام؟ هجيبها بالاستخدام الخاص. فاهم. الغيار اللي بتركب جوه المكنه استخدام خاص. اشتريت فرنتشر، اشتريت مكاتب، كراسي، تكييفات، اشتريت عربيه للشركه. صح، ميك سنس. يعني لا هستخدمها في البيت ولا هتخش في الانتاج، فدي حاجه ومش من حقي ان انا ابيعها، يعني او ليها اجراءات في البيع، بس انا ما بجيبهاش النهارده عشان ابيعها بكره. انا بجيب خط الانتاج عشان اشغله 5 6 سنين 10 سنين، بعد كده لما يبقى خرده ببيعه. فالسؤال الثاني هنا هيزود مرحله كمان في فهم طبيعه الجمارك، لازم الراجل ده يوجهني. طيب السؤال الثالث، معلش ثانيه قبل السؤال الثالث يا جماعه، الاسئله انا شايفها وهنعرضها دلوقتي وهنجاوب عليها، بس بعد ما نخلص بس الفلو ده عشان بس ما نقطعش، فلو اي حد عنده اسئله يكمل في الكتاب. اتفضل يا شباب. طيب نيجي للسؤال الثالث. انت جايبها لمين بقى؟ الحاجه اللي جايه من بره دي جايبها ليه؟ جايبها لمين؟ جايبها لمين؟ طب انت هتفرق معاك في ايه؟ ما اجيبها زي ما اجيبها. لا، لو جايه عشان تتباع في السوق المحلي في الدوميستيك، يبقى انا هدفعك الرسوم الجمركيه كامله ومالكش الحق انك انت تستردها. وهنفهمها، هنتكلم عنها قدام. رقم اثنين، الحاجه اللي انت مدخلها دي هتدخل للشعب المصري، فلازم نتاكد انها صالحه للاستخدام للشعب المصري. تمام. يعني ايه؟ يعني لو يعني سامحني في الكلمه، المشتركات مثلا الكهرباء اللي في بعضها بيسيح وبيضرب والكلام ده كله. تمام؟ لو دخلت بشكل قانوني من الجمارك. ماشي. تمام؟ لازم بتتعرض على جهات فحص تتاكد منها ان هي مطابقه للمواصفات المصريه. تمام؟ عشان دوميستيك هي جايه الاستخدام اللي هنا للبلد، فلازم تشوف ان هي تبقى ما احنا عايزين نسال سؤال مهم، هي مصلحه الجمارك موجوده جبايه علشان تلم فلوس بس؟ لا لا، انت هي موجوده حمايه قبل ما تكون جهه تحصيل فلوس. حلو. تمام؟ حمايه وليست جبايه. هي الحمايه وتحصيل رسوم مع بعض، يعني حمايه وجبايه. حلو، حمايه وجبايه، ماشي. بس الحمايه عندنا مقدمه على الجبايه. بدليل ان احنا هنشوف ان في الاجابه الثانيه لو هتصدرها انت ممكن تتعفي من الرسوم الجمركيه، مش عايزين منك رسوم. طب ده اللي هو ايه الثانيه بقى؟ اسمها ايه؟ اللي هي لو انت هتصدر اكسبورت. خلينا نجاوب على الاسئله دي ولما هنروح في الانظمه الجمركيه الخاصه الموضوع ده هيوضح معانا. اوكي. ما
بس خلينا نحدد الاول، انا بحدد دلوقتي الطريق بتاعي جوه الجمرك علشان احدد النظام الجمركي اللي هشتغل فيه، وهحدد طريقه تعامل الجمارك بقى معايا بناء على الاسئله بتاعت الاربع اسئله دول. حلو ماشي، يبقى احنا كده اتكلمنا على هو انت مين، انت شخص ولا شركه ولا حكومه، وبعد كده كل واحد من ضمنها انت جايب الحاجات دي تستخدمها ليه، انت جايبها ليه، يا اما بقى استخدام شخصي يا اما استخدام تبع ما هو مستلزمات الانتاج او الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها تبع الحكومه. حلو قوي. وبعد كده واي، انت جايبها عشان خاطر ليك هنا اهوت في البلد ولا هتستعمل عليها حاجه وتصدرها تاني. بالظبط. طيب في بعد كده نقولها في الدومستيك، معلش انا اسف، في نقطه نقولها في الدومستيك، تمام، ان الرسوم الجمركيه اللي بتدخل اللي بتتحط على المنتج اللي داخل بتبقى معقوله لحمايه الصناعه المحليه. تمام. يعني انا لو عندي منتج مثلا مصري بيتباع ب 10 جنيه والمنتج المنافس بتاعه داخل من بره ب 8 جنيه، فانا برضو الدوله بتحط رسوم جمركيه على المنتج اللي جاي من بره علشان يحمي بيه الصناعه المحليه بتاعته والوطنيه. فدي برضو اقولها في الايه؟ في الجزء بتاع. طيب قبل ما نخش على الانظمه الجمركيه ممكن نشوف الاسئله؟ طيب. اخر حاجه بس الرابعه على البرودكت بعد كده، دي اخر حاجه. في ناس كتيره بتفكر ان البرودكت ده اول حاجه افكر فيه واحطه في اعتباراتي. صح. لا، في وجهه نظر الجمرك ده اخر حاجه. تمام. طيب ندخل على الاسئله. انت برضو شايف عندك، قول لي السؤال اللي انت ما غطيتهوش ونظهره على الشاشه. انا شايف في اسئله كتيره ما شاء الله. احنا ممكن نرجع ورا فوق شويه كده، هجيبها من البدايه كده. استنى. في خالد، رايك في التخليص تحت التحفظ واجراءاته وحجم التلاعب فيه وقله الاجراءات الاحترازيه للتاكد من عدم التصرف في البضاعه. السؤال ده فين؟ انا كده اجرب اطلعه هنا بس مش عارف هيبان كله ولا لا. شفته كده. رايك في التخليص تحت التحفظ واجراءاته وحجم التلاعب فيه وقله الاجراءات الاحترازيه للتاكد من عدم التصرف في البضاعه تحت التصرف. قلنا مش هنجاوب على السؤال ده. ده داخل الاول. ده احنا جاوبنا عليه اوريدي. ايه؟ جاوبنا عليه اوريدي. جاوبنا عليه. وخلينا اقول الدوله لو حطت حاجه بهدف التسهيل على المستوردين والمصدرين وهم اساءوا استغلالها، يبقى انا اسف، يستاهلوا بقى بعد كده لما تتقفل الخدمات دي على المحترم والغير محترم. انا اسف. طيب مش عارف دي هتبان كلها ولا لا، بس اللي هو ايه، خلينا نشوف كده. بخصوص الاستيراد، كانت فيها معلومات الليبل للاتجار في حاله ان مش عارف شايف ولا امار، شايفها فين ولا لا؟ طب مين اللي كان كاتب السؤال؟ انار. انار. بس هي بتتكلم على ايه الحالات اللي تعمل فيها اعاده تصدير في الاستيراد للاتجار عشان يتم تجنبها، بالتالي هنتكلم عليها لسه في الانظمه اللي هو الدرو باك والكلام ده. الكومنتات كتيره. بخصوص الاستيراد، كان في ليبل للاتجار ولا دي ده سؤال تاني؟ هو ده. تمام. بخصوص الاستيراد، كانت في ليبل للاتجار وفي حاله ان المعلومات ناقصه على سبيل المثال ما كانتش مترجمه للغه العربيه، هنا هينفع معالجه ولا اعاده تصدير على طول؟ وايه الحالات اللي هيتعمل فيها اعاده تصدير للاستيراد للاتجار عشان يتم تجنبها؟ طيب الشق الاول، نرجع نقول برضو احنا للاسف ما بنطلعش على القوانين بتاعت حمايه المستهلك، ان المنتج لازم ينزل في مصر عليه ليبل بكل المكونات والصلاحية والشركة المنتجة والشركة الموزعة، كل البيانات بتاعت المنتج باللغة العربية. تمام. فيعني ماشي، دي ألف به المفروض في الإتجار. اوكي. ايه مساحة الاختلاف في الدول في الإجراءات، يعني حجم القواعد العامة المتفق عليها بمصر والخليج عالميا، يعني هل الموضوع ده ستاندرد ولا في حاجات بتختلف من دولة لدولة؟ بتختلف من دولة لدولة، بس في نقول الخطوط الأساسية بتبقى منظمة عن طريق منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية. اوكي. منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية دايما بيدفعوا كل دول العالم لنقطتين مهمين. النقطة الأولانية تسهيل التبادل التجاري بما فيها التخليص الجمركي كإجراءات لكل المصدرين وكل المستوردين على مستوى العالم.
رقم اتنين بتحاول ان هي توجد آلية لسهولة التواصل والتعامل ما بين الجمارك وبعضها. اوكي حلو. بس ده طبعا ما يمنعش ان احنا في عندنا اهداف اقتصاديه وسياسيه وعسكريه وامنيه مختلفه عن اي دوله تانية في العالم. طيب خلينا ناخد سؤال واحد عشان نلحق نكمل وبعد كده نرجع تاني. الدول الاسيويه بتختار انهي نوع من الشهادات المنشا بالنسبه لانواع كالصين والهند مثلا في البركات والبضاعه؟ انت قصدك هنا في مصر؟ لا للاسف مفيش اتفاقيات ما بيننا وما بين دول آسيا، تمام؟ فبناء عليه مفيش شهادات منشأ محددة. اوكي طيب خلينا نكمل ونرجع تاني نشوف الكومنتس. مع الاتحاد الأوروبي في اليورو 1، مع الدول العربية في شهادة جامعة الدول العربية، مع جنوب شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، عندنا الميركسور دلوقتي مع بعض الدول في أمريكا اللاتينية، وعندنا الإيموا مع دول غرب افريقيا. حلو. طيب خلينا نكمل اللي احنا قلناه. احنا كده اتكلمنا على ال 5W دي، لطيفه قوي وفهمت الدنيا عشان انت تتعامل ازاي مع الجمارك. في بقى الحته انت اتكلمت عليها في النص، مش سامعني ولا زمان؟ الحته اللي هو بتاعه الانظمه الجمركيه بقى. احنا بنسمع دايما مصطلحات كتير قوي عن الانظمه الجمركيه زي ما كانوا بيتكلموا السماح المؤقت والدروباك والحاجات اللطيفه دي، فعايزين نمنشن كده هم ايه ونتكلم على اهم حاجات فيهم او اللي هم متداولين اكتر يعني. طيب الانظمه الجمركيه، تمام؟ هم المفروض في عندنا 7 انظمه جمركيه، بنقول عليهم الانظمه الجمركيه الخاصه. حلو. وعندي نظامين موجودين في قانون الجمارك اللي هما النظام الوارد النهائي ونظام رد الضريبه او اللي بنقول عليه دروباك. اوكي. يبقى انا عندي نظامين مذكورين في قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963، وعندي 7 انظمه جمركيه موجودين في قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه، يعني ما دي شكليات كلها. ماشي تمام. استنى كده، مش عارف هتبان هنا ولا لا قوي، بس هحاول. تمام هم دول. ماشي، بس مش هتبان قوي يعني، بس مش مشكله. طيب الشمال ديت اللي هي الانظمه اللي موجوده تحت مظله قانون الجمارك. اوكي. طبعا اللي على اليمين دولت اللي موجودين في قانون الاستيراد والتصدير. طيب خلينا نتكلم على اهمهم عشان برضو الوقت، او الناس اللي بتتعامل معاهم اكتر. اهمهم طبعا النهائي، وممكن نتكلم كمان عن الدروباك. تمام. واحد مؤقت مثلا. طيب ايه بقى الوارد النهائي ده؟ الوارد النهائي حضرتك جايب بتستورد بضاعه هتدخل مصر، تمام؟ ومش خارجه تاني. انت بتدفع الرسوم الجمركيه بصفه نهائيه لحصيله الدوله او لموارد الدوله، ومش هتستردها. تمام. مره واحده وخلاص، الحاجه داخله وانتهينا. وبتبيع البضاعه بتاعتك بالكامل فين؟ في الدوله. دوميستيك. يبقى انا الشخصي لما بيستورد هيدفع نهائي. تمام. والتاجر لما بيستورد هيدفع نهائي، لان هو التاجر بيجيب عشان يبيع في مصر. ماشي. والمصنع لو هيستورد وهيبيع في السوق المحلي مش هيدفع نهائي، لكن ممكن يصدر. ما هنجي لها بقى في النظام التاني، هنقول لو ايه، فنبدا نتكلم عن الانظمه التانيه. تمام. والحكومه بتدفع نهائي. يعني غالي الاغلب بيدفع نهائي. بالظبط. طيب. نيجي سؤال. انا النهارده مصنع وبستورد منتجات وبعيد تصديرها بره. ماشي. ايه اللي هيحصل لما ادفع الرسوم الجمركيه من واقع بقى نظام تكاليف وتكلفه منتج؟ التكلفه هتزيد ولا هتقل؟ اوكي. التكلفه هتزيد. تمام؟ يعني انا الحاجه اللي مشتريها النهارده مثلا ب 100,000 دولار، لو دفعت عليها رسوم جمركيه بما يوازي 10,000 دولار، ال 10,000 دولار بتضاف على قيمه المنتج، فانا التكلفه بتاعه المنتج بتزيد. طيب ايه اللي هيحصل لما اجي اصدر؟ حاجه اصدر هلاقي ان انا سعري عالي وبناء عليه انا بفقد الفرصه بتاعه ايه؟
ان انا انافس في السوق اللي بره، في السوق بره. فدي رقم واحد. النقطه رقم اثنين، هو لو كانت الرسوم الجمركيه محطوطه على المنتج وهو داخل البلد علشان خاطر يحمي المنتج المحلي او يحمي الصناعه المحليه، طب انا استوردتها وصدرتها اذيت المنتج المحلي او الصناعه المحليه في ايه؟ انا ما قربتش اصلا من السوق المحلي. النقطه رقم ثلاثه، هو ايهما اهم للدوله، ان انا الم رسوم بالمصري ولا انا اصدر واجيب عمله صعبه؟ اصدر واجيب عمله صعبه. يبقى انا عندي الهدف الاساسي هنا ان انا اشجع التصدير، تصديع، ده التصدير، التصدير بره مصر. حلو. احنا مساهمه مننا، طالما انك انت في ثلاث نقط اتكلمنا عليهم انت ما اذيتهمش، تمام، انا هرجع لك الرسوم الجمركيه كلها ولا جزء منها ولا ايه؟ كلها بس كلها. الجزء المصدر. حلو، تمام. طيب سؤال، انت متاكد ان انت هتصدر ولا مش متاكد؟ طب طب لا والله ابدا بالفرضيه الاولانيه ان انا مش متاكد. تمام، مش متاكد يعني ايه؟ يعني انا هجيب المنتج من بره او هجيب الخامه بتاعتي من بره واصنعها، والمنتج هيبقى موجود جاهز عندي كفينش دي برودكت، عرفت ابيعه محلي هبيعه، عرفت ابيعه الجزء المصدر اللي انا هصدره ده ما هتبقى تكلفته عاليه زي ما شرحنا. طيب يا باشا صدر، واثبت ان انت صدرت، وهنرد لك الرسوم الجمركيه والضرائب اللي انت دفعتها عن الجزء الايه؟ المصدر. لما تصدر. لما تصدر. يعني انا لو صدرت مثلا 60% من حجم الخامه اللي انا استوردتها، هسترد 60% من الرسوم الجمركيه اللي انا دفعتها. هو ده النظام اسمه ايه معلش يا صديق؟ ايه؟ النظام ده اسمه ايه؟ ده النظام اسمه الدوباك، او نظام بدفع واسترد. حلو. طب وال 40% اللي دخلوا السوق المحلي؟ انت اوريدي دافع الايه؟ الرسوم الجمركيه بتاعتهم كامله. مظبوط. واضحه؟ كده لما تصدر تستورد تجيب فلوس اللي انت دفعتها وانت داخل. بالظبط. حلو. نيجي سؤال تاني، طب انا النهارده راجل متاكد 100% ان انا هصدر كامل الكميه اللي انا هستوردها. تمام. يعني انا استوردت مثلا 10,000 طن من خامه معينه دخلت بالكامل في عمليات تصنيعيه عندي وصدرت، متاكد ان انا هصدرها. طب انا ليه اروح ادفع للدوله مئات الالاف من الجنيهات رسوم جمركيه وانا متاكد ان انا هصدرها؟ خلاص، ليك عندنا نظام اسمه نظام السماح المؤقت. سماح مؤقت. بدخول الخامات بتاعتك بدون سداد الجمارك والضرايب مع تقديم خطاب ضمان للجمارك بقيمه الرسوم الجمركيه المستحقه، ومعاك سنه صنع صدر، اثبت ان انت صدرت، تعالى اعمل التسويه بتاعتك وقفلها وخد خطاب الضمان بتاعك. يعني هو خطاب الضمان. خطاب بدل ما تدفع فلوس كاش يعني وتضيع السيوله بتاعتك وبتاع، فانت خطاب ضمان. بالظبط. حلو. طب هو في افراج مؤقت برضه؟ افراج المؤقت ده معمول للحاجات اللي بتدخل مصر بشكل مؤقت. هديها لك بمثال بسيط جدا. في معظم المصانع النهارده اللي بيجيبوا خطوط انتاج من بره بيجوا المهندسين الاجانب بمعداتهم. حلو. المعدات دي داخله وخارجه. ماشي. بتيجي تدخل التركيبات مثلا بتاعت خط الانتاج 3 أو 4 شهور، والمهندسين بيرجعوا يسافروا تاني بمعداتهم. اوكي. داخله الجمرك ولا ايه موقفها؟ قال لك لا، في نظام اسمه الافراج المؤقت او بنقول عليه الموقوفات. تمام. تمام؟ بيتعمل في بتتسجل كل الاصناف المستورده بالسيريال نمبر بتاعها، مهم جدا موضوع السيريال نمبر دوت. بيدفع بتدفع الرسوم الجمركيه بشكل مؤقت او بيتسلم خطاب ضمان. تمام؟ لما تخلص المده بتاعتك والحاجات دي تسافر تاني، تسترد الرسوم او تسترد خطاب الضمان. فدي معناها ان الحاجه اللي داخله ديت سواء معده او مكنه داخله بشكل مؤقت وخارجه تاني. عظيم جدا. طيب يبقى احنا كده تقريبا الفرق واضح ما بين الوارد النهائي والبرو باك والسماح المؤقت والافراج المؤقت.
ودول اللي يعتبر الاهم يعني، ودول اللي يعني الناس بتستخدمهم كتير. في عندنا مثلا يعني باختصار شديد، في عندنا نظام المعارض الدوليه، الشركات اللي بتيجي بتعرض حاجتها في ارض المعارض مثلا خلال المعارض اللي المعارض دي بيدخلوا الحاجات بتاعتهم مع خطاب ضمان، اللي بيتباع بيتجمرك وهو خارج، اللي بياخده معاه وهو مسافر خلاص بيخرج بدون جمارك. فده نظام الدوليه. عندنا نظام المستودعات، عندنا نظام الاسواق الحره، عندنا نظام المناطق الحره، تمام. كل دي انظمه جمركيه منظمه، بس الماجوريتي اللي احنا شرحناها تقريبا. طيب خلينا نبص على حبه اسئله كده ونرجع نكمل النقطه الثانيه. معاك كتير. لا معايا انت، ايوه ركز كده معايا. محمد المصري بيصب علينا دي اتش ال. طيب لماذا لا تقدم الجمارك جزء من الاستشاره للموردين اثناء التخليص؟ على سبيل المثال ان في بعض الاحيان يمكن للمستورد التمتع ببعض المميزات مثل الخصم في حاله الاستيراد من الدول الموجوده اللي معاها الاتفاقيات والحاجات دي كلها، فهل ده اوبشن؟ ده اوبشن بالفعل والله. خلينا نقول ان الجهه المنظمه لجميع عمليات الاستيراد والتصدير هي وزاره التجاره والصناعه وليست مصلحه الجمارك. اوكي. في ادارات كتيره جدا موجوده في وزاره التجاره والصناعه، من اهمها قطاع الاتفاقيات. اي حد عايز يسال على منتج معين هو ليه اعفاء ولا لا، ليه مميزات ولا لا، لو جه من دول معينه يقدر يروح يقعد معاهم وهم اللي هيفيدوه. اوكي. رقم واحد. رقم اتنين، في طريقه بقت اسهل من كده بكتير، موقع الجمارك المصريه كاستمز. قالوا بقى عليه كل حاجه دلوقتي. دوت اي جي. تاني كده. كاستمز دوت اورج دوت اي جي. كاستمز دوت اورج دوت اي جي. ماشي. تمام. لو دخلنا على الموقع بتاع الجمارك المصريه وهو اتحدث الفتره الاخيره هنلاقي فيه تاب اسمها التعريفه، لو دخلنا على التعريفه ديت هنقدر نعمل سيرش بالكلمه او بالاتش اس كود. اوكي. او اللي هو الضريبه الجمركيه. طيب حلو. نسبه الجمارك قد ايه؟ نسبه ضريبه القيمه المضافه قد ايه؟ لو جات الحاجه دي من دوله اوروبيه بموجب اليورو 1 هتاخد تخفيض او اعفاء قد ايه؟ لو جات من دول عربيه، لو جات من، هيوضح لك كل حاجه. يعني هي مش محتاجه استشاره، الحاجات كلها موجوده. موجوده بتكلم ان في بعض الناس بتبقى محتاجه تفاصيل اكتر. يروح يقعد مع قطاع الاتفاقيات. طيب نيجي للشق الثاني اللي هو مصلحه الجمارك. في حاجه عندنا في مصلحه الجمارك اسمها المكتب الفني. دولت ناس يعني اساتذه الاساتذه. اوكي. روح اقعد معاهم وقول لهم ايه مشكلتك من قبل ما تستورد. قول لهم والله انا بفكر استورد 1 2 3 4 انا مش عارف الدنيا عامله ازاي، وممكن تخاطبهم رسمي ويردوا عليك بجوابات رسميه تستخدمها في التخليص الجمركي في اي ميناء. بس ده في ده اللي بيبقى جواب استرشادي للجمرك ان هو ينفذ توصيات المكتب الفني، ده في حاله ان انت استوردت نفس المنتج اللي انت اتكلمت عليه على الورق. اوكي. يعني انا ما اجيش اتكلم على قماش عادي واكتشف ان هو حرير، لا يبقى انت كده بتتكلم في نقطه تانية. حلو. تمام. بس معلش عشان بس احمد كمال دخل في الموضوع. لسه موجود الافراج المؤقت يا استاذ احمد ولا سمعت انه توقف؟ مازال موجود، انا ما سمعتش حاجه عن ان هو توقف، بس هو مازال موجود. اوكي. واعتقد ان هو من الصعب ان هو يقف، لان قطاع زي قطاع البترول بيجيب معدات كثيره جدا 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 بشكل مؤقت. وبيعطل غيرها تاني. طيب معلش اخر سؤال عشان نكمل ونرجع تاني. ايه المرجع المعتمد لمعرفه السلع المعفاه والدول المعفاه واللي لهم مميزات جمركيه؟ موقع الجمارك بيوضح لك الجزئيه دي. لو عايز تاخدها بطريقه تانية في كتاب التعريفه الجمركيه والاتفاقيات، ده لو احنا عايزين نمسك ريفرنس ورقي عندنا التعريفه الجمركيه اللي اقرها الرئيس السيسي سنه 2018 قرار 418 سنه 2018، وعندنا الاتفاقيات، والاتفاقيات دي موجوده لو دخلنا على موقع مصلحه الجمارك، الغرفه التجاريه بالقاهره، وزاره التجاره والصناعه، اعتقد هيئه الاستثمار، هنلاقي كل الاتفاقيات التجاريه اللي مصر عاملاها مع دول العالم. حلو. تمام. هو في كذا حد على فكره بيسال على موضوع الاعفاءات ده. يعني سلمى عصام بتقول استاذ احمد انا كنت شغاله في الشركه اللي حضرتك كنت فيها
سمعت عنك كلام مبهر، ربنا يوفقك. ممكن حضرتك تشرح الاعفاءات؟ لان بيقابلني مواقف كتير قوي ما بتطبقش فيها الاعفاءات. ممكن تقول لي ايه الاسباب والكلام ده؟ موضوع الاعفاءات ده عامل مشكله؟ طب ما تعرف لي يا هشام السؤال ايه؟ او قوله لي واحده واحده. كافي كده، استنى. تشرح الاعفاءات لان بيقابلني مواقف كتير قوي ما بتطبقش فيها الاعفاءات. ممكن تقول لنا ايه الاسباب باختصار؟ طيب موضوع الاعفاءات دوت فيه شقين مهمين جدا، شق ورقي وبضاعه. ورقي وبضاعه، تمام. في ناس كتير يعني للاسف، تمام، بيتم تبديل الليبلز على البضائع في موانئ بره، تمام، او اثناء عمليات الكشف والمعاينه بنكتشف ان في ليبلز موجوده على البضاعه غير اللي موجوده على الورق. يعني ايه؟ يعني انا مثلا جايب قطعه غيار من المانيا، حلو، المانيا ما بيننا وما بينها اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه، تمام، اللي من خلالها بنحصل على حاجه اسمها اليور 1. ماشي. اليور 1 دي بتيجي ببدا ان انا استخدمها في تطبيق الاعفاء. مثلا لو الصنف دوت عليه 10% جمارك هتنزل معانا لكام؟ ل 0%. حلو. يجي الكشاف اللي هو موظف، انا بدي اقولها بالتفاصيل دي في البروسس بس، ماشي. موظف الجمرك اللي بيجي يفتح الكشف يجي يطلع القطعه يلاقي مكتوب عليها ميد ان تشاينا. يبقى فين الاعفاء اللي انا طبقه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، الشهادات نفسها بتبقى ليها شروط. يعني في مشكله قائمه مع ايطاليا ان كل الاختام اللي بتيجي من ايطاليا على شهادات اليورو 1 مطموسه. اوكي. وبيبقى ليهم شروط، يعني عشان طبعا موضوع التزوير والكلام ده كله بيبقى ليهم شروط. الختم نفسه بيتقاس بالمسطره فليه مقاس معين، لازم اسم المقاطعه تبقى موجوده، لازم التاريخ يبقى موجود، لازم الشعار يبقى موجود. في شويه تفاصيل كده انا مش ملم بيها قوي، بس بيركز عليها موظف الجمرك. لو هي موجوده ما بيقدرش يطبق، لان هو ده المستند اللي بيعفي بضاعه حضرتك من رسوم صح جمركيه داخله في جيب الدوله. فاذا كان المستند دوت مش مظبوط، مش مظبوط. حلو. يعني او مستندات بالضبط. في حاجه كمان كنا بنواجهها في بعض الاوقات، ان احنا لما بنقرا الاتفاقيات بناخد بالنا من بعض الفقرات بتنص على حاجات صراحه كده امتى تسقط الاتفاقيه. يعني مثلا في اتفاقيه جامعه الدول العربيه اللي هي الجاب، اعتقد كانت ماده 8 في الاتفاقيات، بتقول ايه؟ بتقول فيما معناه يعني لو دخل وسيط غير عربي في عمليه التبادل التجاري لا يتم تطبيق الاتفاقيه. فانا النهارده في اوقات فاتوره من شركه في السعوديه لشركه في مصر، ويتكتب لك كده ان الايجنت بتاع التسويق مثلا شركه اكس في اوروبا. ده حتى لو بتاع تسويق يعني، ما اي طرف. المشكله دي حصلت فتره طويله مع شركه اكزون موبيل. شركه اكزون موبيل من اكبر شركات البترول على مستوى العالم، وكان توريد الخامات البلاستيكيه اللي كانت بتيجي من السعوديه طبعا هتول، يعني كبار مصنعي المواد البتروكيماويه الموجودين في السعوديه كانت بتوقف تطبيق الاتفاقيه بسبب اسم شركه اجنبيه على الفاتوره. اتفاقيه دول عربيه يبقى كلها لازم تكون صرف دول عربيه. بالضبط. فالنهارده لازم ورقي يبقى مظبوط، لازم اقرا الاتفاقيه واطبق الكلام اللي فيها بشكل مظبوط، لازم البضاعه ابقى متاكد ان هي جايه من الدوله اللي هي المصنعه اللي موجود اسمها على شهاده المنشا بتاعتي. تمام، مفهوم. طيب حلو. احنا كده بقى لنا ساعه، فاحنا عندنا لسه حتتين ثلاثه باربعه مهمين عايزين نحضر قبل ما نتكل على الله. لو سمحت بقى خدني كده شويه جوه الجمرك، البروسس كده بقى والجيرني، وانا عايز بقى الموضوع كده من اوله لاخره، واحضر نفسي ازاي والسيكونس بيمشي ازاي لحد ما الحاجه تطلع وتتكل على الله. ممكن الموضوع ببساطه لان هو الموضوع يعني ايه، فيه تفاصيل كتير، في متمن وكشاف وفي اكشن في الموضوع، فلو سمحت دخلني كده في القصه دي. يا جماعه الاسئله هنرجع لها تاني. ايه؟ واخر يعني الاسئله هنرجع تاني، اكتبوا الاسئله ونرجع لها تاني ان شاء الله. قول يا باشا. هنبدا الاول بفقره المستندات. ماشي.
ما ينفعش ادخل الجمرك وانا مستنداتي مش كامله، يبقى انا بضر نفسي. اوكي. فاتورتي لازم تبقى مستوفاه لكل الشروط. تمام؟ حلو. سيريال نمبر، تاريخ، بيانات المصدر كامله بعنوانه بارقام تليفوناته بكل تفاصيله. بيانات المستورد كامله، بيانات الصنف بتاع المنتج المستورد، الكميات، اليونت برايس، القيمه، التسقيط، كل الشروط زي كلها مليانه. تمام؟ مشاكل بنشوفها كتير جدا جدا جدا، يعني بتوقعنا احنا في مشاكل كشركات تخليص مع الجمرك مالهاش لازمه. يعني انت مثلا لو جايب البضاعه 100,000 دولار قيمتها سي اي اف، يعني لغايه لما وصلت قدام رصيف المينا، لو الانت فيلم مش موجود على الفاتوره يقول لك انا هعتبرها لك اي اكس وورك. يا لهوي، هات لي بقى فواتير الشحن والنقل والتخليص والتامين ويبثهم على ثمن البضاعه، فيطلع لك رقم كبير يبدا يضربه في الجمارك والضرايب، فتلاقي طالع لك رقم ضخم. طب سبب غلطه. طب معلش، عشان برضو عشان دي فاتوره، ده سؤال تبع اللي احنا بنتكلم فيه. سلمى برضو بتقول الفرق ما بين الكوميرشال انفويس والكاستمز انفويس. هو المفروض ان مفيش فرق. في بعض الاوقات بيستخدم موضوع الكوميرشال انفويس والكاستمز انفويس لما بتكون البضاعه جايه، البضاعه متباعه من حد في دوله، بس البضاعه جايه من دوله ثانيه. يعني مثلا النهارده هنفترض ان في شركه موجوده في امريكا بتصنع المنتج بتاعها في الصين، بس الوكيل اللي بيبيع لكل الاريا بتاعت الميدل ايست موجود في دبي. فالفاتوره هنا هتطلع لي من دبي، الفاتوره التجاريه اللي بتباع. الراجل اللي في الصين وهو بيشحن بضاعه ممكن يطلع حاجه اسمها كاستمز انفويس، عشان لازم يسلمها في الجمارك الصينيه وهو بيصدر. اوكي، بس الاساس بتاعي الكوميرشال بتغني عن كل حاجه بتاعي. كوميرشال. طيب حلو، يبقى انت اول حاجه بتبص عليها المستندات، اولهم الفاتوره بكل التفاصيل اللي جواها والداتا. الباكنج ليست هنقول فيهم كم ملحوظه كده، نصيحه سريعه. الباكنج ليست لازم تعبر عن المنتج الفعلي اللي قدام عيني بشكل دقيق. من خلال اعداد، كميات، تمام؟ ما ينفعش اروح حاطط 30 40 صنف مختلفين جوه كراتين والكراتين مش موجود عليها ليبل. ابسط حاجه لما يجي الموظف الكشاف بقى اللي بيجي يعني يقوم بعمليه الكشف والمعاينه، ويجي يفتح الكونتينر ويشوف الفاتور الباكنج ليست ويلاقي قدامه كراتين مبهمه، هيعمل ايه؟ هيقول لك طلع لي الحاجه دي كلها بره يا باشا وافردها على الارض. نزل بقى على الارض بقى وربنا يسهل. يرجع بعد كده الناس اللي بتطلع لها بضايع بره المينا يرجع يقول لك الجمرك منه لله يا اخي بهدل لي البضاعه بتاعتي. هو معلش، هي الاساس المشكله فين؟ في المستند نفسه اللي انت جايبه. المستند نفسه. حلو. طيب. في المكن، يعني هقول برضو في المكن، احنا انا كنت بعمل ايام ما كنت شغال في الشركات وما زلت لغايه النهارده بنصح كل العملاء بتاعتي. المكنه اللي جايه ومكتوب فيها مئات القطع المبهمه لموظف الجمرك لان هو مش راجل مهندس، مش راجل فني، بعد اذنك يا الاستاذ اللي مسؤول عن شغل التخليص الجمركي اللي بيجهز الورق بتاع المصانع وبتاع الشركات قبل ما تبعته للجمرك، عديها على مهندس عندك فاهم المكنه دي، قول له ترجمها لي. ترجمها لي بالبلد. ايوه، دي بتبقى كارثه الترجمه دي. يا باشا اكتب ماسوره كوع حرف تي ايوه بفير الكهرباء، اكتب اي حاجه اكتبه بالبلدي عشان ما يعملكش منتج تاني. والله العظيم موظف الجمرك هيحبك. ايوه، لما يلاقي فيه كتالوج معاها هيحبك. هيبقى حابب ان هو يمسك الشهاده ويبص فيها. عشان يفهم منها يعني. وهتقعد في ايده ساعتين ثلاثه وعنده 100 شهاده مركونه هيروح راكنها على جنب. انا مش بدخل والله في شغل موظفين الجمارك، انا عارف ان هم بيعملوا اللي عليهم يعني، بس انا لو مكانه هعمل كده. حلو. تمام. شهادات المنشا لازم نلتزم بتطبيقاتها. زي ما قلنا، لو كيماويات لازم اجيب الداتا شيت بتاعتها والام اس دي اس بتاعتها، لو حاجه مرتبطه بالصحه اجيب الشهادات الصحيه بتاعتها. طب حد هيقول لي انا اعرف الحاجات دي من فين؟ اعرف الحاجات دي من فين؟ انا عايز استورد دلوقتي ومش عارف. والله يا فندم هرجع اقول لك على قاعده مهمه جدا بعد اذنك، خلي بالك منها.
شركات التخليص والراجل المستخلص الجمركي اللي شغال معاك دوره ما بيبداش لما البضاعه توصل المينا والورق يوصل في ايدك. دوره بيبدا والبضاعه لسه هناك قبل كده، والبضاعه لسه على ارضها، والورق لسه الدرافتات لسه ما اتطبعش ولسه ما اتختمش. اوكي، حضره معاك وقول له يا باشا انا هعمل 1 2 3 زي المحامي بتاعك كده. ما ينفعش تكذب عليه المحامي. صح. الوحيد اللي ما ينفعش تكذب عليه حتى لو قاتل قديم. نفس القصه المستخلص، صح، ما ينفعش ان انت تكذب عليه. والله كلام ميك سنس يعني. قول له كل الـ 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 الحاجات اللي انت عايز تجيبها ووضحها له، وهو ينزل ياخدها وينزل يسالك في الجمرك هيقول لك يا باشا اعمل 1 2 3 4. طبعا لمصلحتك انت برضه، لمصلحتك ومش هتكلفك حاجه. تمام. دلوقتي وهي قاعده بره في بلدها مش هتكلفك، وهي في قلب المصنع او المخزن اللي انت هتشتري منه مش هتكلفك، بس لما هتيجي عليك هنا في ارض المينا بتاعتك هتعيش ارضيات وغرامات وبالجنيه وبالدولار. حرام. طيب اول حاجه انت قلتها كده كنصيحه موضوع المستندات، المستندات الفاتوره والباكينج ليست. هنيجي لحته ثانيه في المستندات، المستندات اللي انا بقى بحضرها. أوكي. ودي عايز اربطها بالفور واي. اوكي تمام. انا النهارده في مستند عندي اسمه نموذج 4، ده باخده من بستخدمه امتى؟ حالتين، مع مستلزم الانتاج ومع الاجبار. تمام، مش مع الشخص، يعني مع الشخصي لا، مع الحكومه لا، مع الاستخدام الخاص لا. اوكي. ونموذج 4 دوت بيطلع لمستلزم الانتاج والاجبار للفواتير اللي قيمتها 2000 دولار او ما يوازيها بالعملات الاجنبيه، 2000 دولار او اكتر وما يوازيها بالعملات الاجنبيه، يعني ال 1900 يورو لو حولناهم للدولار هيطلعوا اكتر من 2000 دولار. ماشي. كلها نموذج 4. اوكي. حلو. يبقى طيب. اول حاجه شركات الاتجار او مستلزم الانتاج هم دول اللي بيستخدموا القصه دي، بس لازم يكون الفاليو او القيمه بتاعت البضاعه اكتر من 2000 دولار. بالظبط. عندي حاجه زي اقرار القيمه الجمركيه، ده بيستخدم عاده للشركات، ده اقرار كده بيملاه المستخلص، بيبقى عليه صحه توقيع من صحه توقيع بنكي من الشركه. ده المستخلص بيملاه ان في بيانات الايه؟ القيمه بتاعت البضاعه والتكاليف بتاعت الشحن والرسوم المقدره والكلام ده كله. اوكي. ده بيستخدم مع الثلاث انواع بتوع الشركات، يعني بيستخدم مع الشخصي لا، بيستخدم مع الحكومه لا. ماشي. في عندي مع مستلزم الانتاج في حاجه اسمها نموذج 5. اوكي. مع مستلزم الانتاج. في حاجات مع مستلزم الانتاج بس. في حاجات مع الاستخدام الخاص بنستخدم نموذج 6. دي عباره عن تعهدات ان انا الخامات اللي جايبها كمستلزم انتاج في نموذج 5 او المكن او المعدات او قطع الغيار اللي جايبها للمصنع مع نموذج 6 تمام، بقول ان انا بجيبها وبتعهد ان هي جايه لاستخدام الشركه اللي هو مش الشخصي لاستخدام الشركه كجهه. الخامه بتاعتي هتتصنع عندي وهتتباع في حدود الطاقه الانتاجيه والتراخيص بتاعتي، والمكنه اللي جايه دي انا بتعهد انها بتاعتي مش جاي عشان استغل بقى السجل الصناعي بتاعي وابيع. فهمت. من ورا الحكومه، فلما الحكومه تمسكك تجيب الاقرار ده يا باشا ايه؟ تحاسبك. حلو قوي. شهادات المنشا. ايه المستندات دي يا صديقي اللي في جنبك؟ لا في مستندات كتير، ما هو انا بحاول ان انا الفت نظر الناس. انا على فكره انا اللي انا بقوله ده جزء صغير. اي ما انا عارف. يعني شهادات المنشا مثلا. لو اتنين جنب بعض بيتكلموا ممكن واحد يقول لك انا لازم تجيب شهاده المنشا، التاني يقول له لا مش لازم. قول له والله ده انا ما بيعدوليش الشحنه غير لما بجيبها. تاني على حسب انت مين وبتعمل ايه بتاعتي من غير ما استخدمها. واحد فيهم اتجار وواحد فيهم مصنع. صح. وهو التاجر اللي جايب شهاده منشا دوت او جايب منتج هيبيعه في السوق المحلي لازم الحكومه تعرف منشا البضاعه ايه. لكن المصنع اللي جايب خامات هتدخل من ضمن برودكت بتاعه هو بيتحاسب على البراند بتاعه على المنتج النهائي بتاعه، فممكن ما يكونش صديق هو الصوت قطع عندكم برضه يا جماعه ولا انا متهيألي؟
قولوا لي كده لو انتوا شايفينه الصوت عندكم برضو، الصوت والصور قطع. وانا قايل له ان هو يبقى يقفل ويخش، فان شاء الله يخش. بس اكدوا عليا. الصوت راح والصورة راحت. طيب انا ممكن نقفل كده وهو يخش تاني. خلاص عرفت ان هو قطع، خلاص تمام. طيب احنا ممكن نبص على الاسئله كده ونشوف ايه اكتر اسئله ممكن نظبطها. في ناس بتقول شغال، لا انت بتتفرج على فيديو تاني تقريبا. اهو راح خالص اهو. استنى كده اشوفه على الواتساب. اوعى حد يطلع، احنا خلاص عرفنا نخلص الحته بس بتاعت الجيرني بتاعت الكاستمز دي، وبعد كده بقى نرد على كل الاسئله. خش تاني يا نجم، الناس مستنياك. ليه يا باشا انت فين؟ الصوت قطع. خش تاني على اللينك. يلا سلام. دي النهارده ان شاء الله تبقى اخر حلقه في الحته بتاعت السبلاي تشين، بس بعد كده هيبقى في موسم تاني هنتكلم بقى فيه على حاجات مختلفه غير السبلاي تشين شويه، لان احنا كده خدنا سبلاي تشين يعني فروم اند تو اند الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. لا شكله زهق. ايه؟ لا لا ما تقولش كده. خلينا نرد على كل اسئلتك. وفي كذا حد، وسلمى انت سالتي حاضر عينيا، هنجاوب على كل اسئله. حاضر مفيش مشكله خالص، احنا جايين والله عشان خاطر لو في اي حد عنده اي سؤال نجاوب عليه. هو بس يخش بالسلامه. ليه يا باشا؟ دخلت طب ما يلا، بس لسه ما جاليش انك دخلت في الطريق او في الطريق. ايوه يا جماعه اللايف متسجل، اي كل اللايفات اللي فاتت متسجله. مستر احمد صديقي وصل بالسلامه الحمد لله. ليه يا باشا اللي حصل ده؟ ما اعرفش والله. ماشي، المية مستندات لما بتخش في بعض كده بتقفل تقريبا. حد مراقبنا دلوقتي وقال لك طيبين الراجل بيتكلم حاجات سياسيه. طيب سريع عشان في اسئله كتير قوي، عايزين نخلص الحته بتاعت الدوكيومنتس. خلاص حضرتها تمام بالظبط. فمهم خلاصه الكلام، مهم جدا ان احنا نعرف وانا ماشي في الطريق بتاعي مع الجمارك ايه المستندات المطلوبه. اعتمد على شركه التخليص اللي شغاله معاك، اعتمد على المستخلص اللي شغال معاك. هنشغل التكييف بس عشان مشكلة. ماشي تمام. دي نقطة مهمة جدا. حلو، اتفضل يا باشا. طيب خلصت المستندات، بعد كده بقى البروسيس ايه؟ البروسيس ايه؟ أول خطوة لازم أروح أستلم حاجة اسمها إذن التسليم من الخط الملاحي. ماشي. أو من شركة الطيران لو هي جاية طيران. تمام. الهدف من النقطة دي إيه؟ الجمرك أو هيئة الميناء بتنظر دايما للبضاعة اللي جاية إنها ملك لصاحب الحاوية وصاحب المركب اللي هو الخط الملاحي مثلا او صاحب الطياره. حلو. فانت لازم تروح تجيب اذن. ماشي. فيدي لك اذن تسليم. تمام. اصبح كده معايا اذن التسليم. نقسم بقى الكاتيجوريز بتاعه الورق قدامنا للمجموعات الاتيه. اوراق الشركه. اوراق الشركه بتاعتي. سجل تجاري بطاقه ضريبيه قيمه مضافه، سجل صناعي لو انت مصنع مستند استيرادي. تمام. مستندات شركه التخليص، ده هو اللي بيحضرها. ماشي. التفويضات اللي انت اللي الشركه المستورده مدياها لشركه التخليص. تفويض. اوكي تمام. ماشي، عشان شركه التخليص تتعامل يمثل الشركه. ما هو مش اي حد هيبقى ماشي في الشركه كده يقول لك انا جاي من طرف شركه اكس. خلاص. وبتحصل على فكره. لا والله. تمام. واخر حاجه بقى ندخل بقى اخر حاجتين، مستندات الشحنه اللي جايه لي من عند المورد. تمام. والمستندات اللي انا بحضرها من هنا اللي هي قلنا نموذج 5 نموذج 6 اقرار قيمه نموذج 4 الحاجات دي.
اوكي، يعني انت بتقسم المستندات، كل واحد كل سيكتور يبقى معاك كل الاطراف. بلم المستندات دي كلها مع اذن التسليم طبعا اللي انا استلمته، ونبدا نقول بسم الله نفتح شهاده جمركيه. حلو. اول حاجه بيبقى اسمها دفتر 46. من هذا الدفتر؟ دفتر 46 دوت حاجه قديمه جدا جدا جدا، من ايام ما كانوا بيكتبوا بيانات الشحنه كلها في الدفتر. كبير كده. 46 خانه. حلو. 46 خانه. تمام؟ أوكي. كانت بتتكتب يدوي. ما زال المسمى موجود، لكن عمليه الادراج بتاعه البيانات بتتم بشكل الكتروني وبشكل كامل. مش دفتر يعني خلاص. لا انا مش دفتر، كله سيستم دلوقتي الحمد لله. تمام؟ بعد ما بتاخد الخطوه ديت هنيجي لحاجه اسمها المسار. الايه؟ المسار. هيتحدد لك مسار. مسار تمام؟ طريق الشهيد. المسار ده ليه الوان. يا اما مسار اخضر، يا اما مسار احمر، يا اما مسار اصفر، يا اما مسار ابيض. اخضر احمر اصفر ابيض. الاصفر ان في مستندات مش كامله وانت لازم تكملها قبل ما تطلع البضاعه بتاعتك. حلو. تمام؟ وعندك المسار الابيض ده حاجه لسه هتطبق اللي هو الكشف بالاكس راي والحاجات دي. اوكي. نيجي للانظمه المتداوله اللي هو الاخضر والاحمر. تمام. الاخضر، ايه هو الاخضر؟ باشا انت راجل محترم وبتستورد من مورد محترم وبتجيب من دوله محترمه وبتجيب من ميناء محترمه واستخدمت وسيله نقل محترمه زي الخطوط الملاحيه وجاي بضاعه ما عندناش فيها مشكله. حلو. الناس اللي بتشتغل على الموضوع دول بتوع الاستخبارات بقى الجمركيه، في حاجه اسمها الاستخبارات الجمركيه، انت متخيل؟ موضوع كبير. موضوع كبير. الاستخبارات الجمركيه دي ممكن يجي في لحظه يقول لك المركب اللي جايه من الدوله الفلانيه دي ما تتكشفش اخضر، ما تدخلش مسار اخضر. ده بيبقى عاملين بقى استخبارات قبليها وعارفين المشاكل اللي هي استخبارات كامل. اوكي. جزء يعني مرتبط ببيانات فعليه وحاجات زي كده، وفي جزء بيبقى فيه دراسات تحليل لمخاطر. ما شاء الله. تمام؟ طيب انا دلوقتي بستورد من شركه في الصين، الشركه ديت من قيمه سنه اتمسك لها بضاعه مخالفه. مش هتدخل اكتر. جايه من دوله في عليها مشكله بدون ذكر الدول. تخش ايه بقى؟ تدخل احمر. بس تخش عادي. تخش عادي. ماشي. يعني ايه بقى اخضر ويعني ايه احمر؟ ما هو الاخضر بيعديك من مرحله فتح الشهاده الجمركيه للمراجعه. اوكي. بدون ما تعدي على مرحله الكشف والمعاينه. من غير كشف. من غير كشف، الحاجه بتاعتك من غير كشف. ده طريقه سالك بدون اي كشف، ماشي. تمام بالظبط. حلو. محدش هيكشف الحاويه بتاعتك ولا الطروب بتاعتك. اوكي. طيب لو احمر افتح يا باشا. لا لازم نفتح كل او جزء من البضاعه بتاعتك. يعني انت جايب 10 حاويات على حسب نظرة الموظف، يقول لك أنا هكشف حاويتين، ثلاثة، أربعة، ستة، زي ما يحب. على مزاج. هو كشف لك البضاعة كلها بيبقى حاجة اسمها كشف الجميع. كشف الجميع. ده كل حاجة بقى، لازم يفتح كل الكونتينرات ويفتح كل العبوات اللي موجودة جوه كل حاجة. ما يسيبش حاجة في كرتونة مقفولة. من الآخر. اوكي، يعني دي برضه بتتوقف على السمعه اللي جايه منها البلد او الخط او وات ايفر، يعني المستورد كمان. تهرب جمركي ولا حاجه يفضل 5 سنين اي شهاده جمركيه بيستوردها، احنا اسفين انت ليك سابقه ومعلمه عندك كده زي الايس كور كده لما يبوظ عند حد احمر ان شاء الله. حلو. ده الكشاف بقى صح؟ هنيجي نفتح بقى مرحله كشف الحاويات. ماشي. دور الكشاف ان هو يراجع المستندات المقدمه على الورق بالبضاعه الفعليه اللي قدام عينه. اعداد، اوزان، منشا، كميات، مصنع، كل حاجه. حاجه موجوده في الورق لازم يشوفها قدام. لازم يشوفها. عشان كده بناكد على اهميه الباكنج ليست. مهم قوي الموضوع ده.
لان ده المفتاح اللي بيخلي الكشاف يقدر يشوف الورق على الطبيعه او يقول لك انا مش قادر الانك ما بين الورق والطبيعه. فهنا بقى تبقى ليله سودا. اوكي حلو. طيب بيعمل حاجه اسمها تقرير معين. وهنا بتتحدد حاجه الاتفاقات اللي احنا قلناها. انت جايب كاميرات جيب لي موافقه وزاره الداخليه. انت جايب برينتر ليزر الوان روح جيب لي اداره موافقه تزييف وتزوير. جايب كيماويات روح حلل الكيمياء. ماشي. حلو؟ ابدا امشي في العروض بتاعتي واجيب الموافقات وبعد كده ادخل الشهاده بتتراجع. المتمم بيحدد لك الرسوم الجمركيه بتاعتك ويتاكد من القيمه الجمركيه اللي انت كاتبها. استنى بقى عشان احنا في حته ما اتكلمناش عليها خالص. ما اعرفش هنتكلم عليها امتى. الاتش اس كود والهارمونايز سيستم. خلينا نتكلم عليها في الجزئيه دي. صح؟ بص يا سيدي لو انت ماسك المصحف وعايز تروح لصوره معينه بتعمل ايه؟ هشوف ورا خالص كده هتشوف في الفهرس الصوره رقم كام صفحه كام تفتح تلاقيها. تمام. نفس القصه دي مطبقه في حاجه اسمها الاتش اس كود او الهارمونايز سيستم كود او بنقول عليها بالعربي النظام المنسق. ماشي. ودي ليها رحله طويله على مستوى العالم من التطوير من سنه 1927 لغايه لما اقروا. تلاقي مش عارف يقول لك الجدول بتاع جينيف واتطور لجدول بروكسل وفي تطوير والمجاميع بتختلف والارقام بتختلف وبدانا تقريبا من الثمانينات بنستخدم اللي هو النظام الحالي اللي احنا بنستخدمه. ده عباره عن ايه؟ ده عباره ان هو فهرس محطوطه فيه كل الاصناف اللي ممكن تستورد او تصدر من اي مكان في العالم لاي مكان في العالم. اوكي. متقسمه ل 21 باب. 21 باب. تمام؟ سوري 21 فصل. اللايف انيمالز الاجريكلتشر اللي مش عارف ايه كله عالم الحيوانات كل ما يرتبط بالحيوانات والاسماك والزواحف وكل حاجه هتلاقيها موجوده في الايه؟ هو كل السلع اللي على الكوكب تقريبا. بعدها عالم الكتاب. بعد كده الاغذيه المصنعه. هنمشي شويه نلاقي المعادن، شويه نلاقي الكيماويات، شويه نلاقي البلاستيك، لغايه لما توصل بقى للحاجات المصنعه بالكامل، خطوط الانتاج والمكن والعربيات والكلام ده كله. حتى هي ماشيه كل حاجه قدامها البند الجمركي بتاعها. بالظبط. البند الجمركي خلاصه الكلام بيبقى ست ارقام اساسيين من منظمه التجاره العالميه. يبقى اول ست واحده. بالظبط. اللي هو رقم التشابتر والهيدنج والسب هيدنج. رقمين رقمين رقمين. تمام. دولت بستخدمهم زي الفهرس بالظبط عشان افتح على الصفحه بتاعتي. اوكي. اعرف الوصف بتاع الصنف واعرف كمان التعريفه الجمركي البند الجمركي بتاعها بياخد كام في الميه جمارك. اوكي. طبعا قدامنا الكتاب بس الكتاب ده بيوضح النسب بتاعت الجمارك فقط. في حاجه اسمها التعريفه المتكامله بيوضح كمان الجمارك والضرايب وكل دوت النهارده بقى موجود على موقع الجمارك نقدر ندخل ونشوف الرسوم الجمركيه بمنتهى السهوله اللي احنا بنضرب البند الجمركي. حلو قوي. بعد الست ارقام بيضاف عن طريق الدول. ماشي. عشان كده نصيحه برضو لكل الزملاء لما تيجي تضرب بند جمركي او اتش اس كود على الموقع بتاع الجمارك اضرب اول ست ارقام. لان الرقم السابع والثامن في دوله ما ممكن يكون مختلف عن اللي في مصر نو ريزلت. صح. فانت اضرب الست ارقام وابدا شوف. عظيم. اوكي. الاتش اس كود هو نقدر نقول ان هو لغه التواصل ما بين كل دول العالم بالارقام. الراجل بتاع اليابان يقدر يتواصل مع الراجل بتاع مصر بالعربي، يتواصل مع الراجل بتاع اسبانيا بالاسباني بمنتهى السهوله. هو الايه الانترناشونال اسوشيشنز اللي بره بتعمل ستاندرزيشن سواء بقى كانت ايكو تيرمز سواء كانت الحاجات دي كلها لازم عشان كله يفهم بعضه. طيب انا الاتش اس كود ده هستخدمه في حاجه وانا بعد ما عملت الكشف والمعاينه والحاجات اللطيفه دي؟ الاتش اس كود هو بيبقى مصاحب معايا من بدايه الاجراءات الجمركيه. تمام. تمام؟
لان هو ده اللي انا ببقى محضر بيه نفسي لكل الخطوات الجمركيه اللي هتتم، لان اختلاف الاتش اس كود ممكن ينقلني من الشرق للغرب، ممكن ينقلني من ضريبه 5% لضريبه 20% ل 30%. تمام؟ طيب ممكن من عرض لعرض. طيب كمل لي كده البروسس، احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا لغايه المراجعه والتثمين. الايه؟ المراجعه والتثمين. التثمين. التثمين. الثمن البرايسنج. ايوه برايسنج. دي برضه بيبقى فيها مشكله بتهيألي يا صديقي دي. ايه؟ في ناس كثيره بتتمن ارقام مختلفه عن الارقام اللي المفروض تتمن بيها، صح؟ وخلينا اللي بيتم اكتر بكتير. صديقي يقطع عندك، مش عارف ليه. كده تمام ولا ايه؟ بس صورتك وقفت. بس يعني هو الشبكه ده ضعفت عندك شويه تقريبا او عندي، مش عارف، بس تمام يعني. هو انا دي اس ال، فيعني انا ما طيب متحكم قوي. مش مشكله، كمل يا باشا. نرجع نقول الكميه الاسعار اللي بتيجي مش مظبوطه على الورق هنا بواسطه المستوردين كتيره جدا. ويمكن خلينا اقول يعني انا في النقطه دي ببقى واقف على الحياد ما بين المستوردين وما بين مصلحه الجمارك. تمام؟ ليه؟ لان انا مصلحه الجمارك برضو من كتر اللي هم بيشوفوه يعني. ايوه طبعا. فبيعمل ايه؟ بيرجع يشوف حاجه اسمها الاسعار، بيشوف نفس الاتش اس كود دوت ومين استورد الحاجات دي قبل كده وايه متوسط الاسعار. والخبر الحلو ان هو بياخد على اقل سعر موجود عنده يبقى اعلى من بتاعك، من السعر اللي انت بتستورد بيه. يعني انا بستورد ب 10 ولقى في مستوردين تانيين بيستوردوا باسعار ما بين ال 12 لل 15 بيطبق لك ال 12. بالنسبه لك بقت زياده من 10 ل 12، فانت متضايق. بس هو برضه في حاجات لو ما عرفش يجيبها بيشوف مثلا اخر سلعه دخلت البلد بنفس المواصفات فبيبدا بناء عليها يحط نفس ريت الاسعار. الصوت واصل؟ تمام. انا بس مش عارف نقرا الكومنتس ولا نكمل الحته بتاعت البروسيس دي ونرجع للكومنتس عشان ابقى فاضي. طيب اخر حاجه بتطلع لك استمارت الرسوم الجمركيه. تمام. بتوضح عليها ضريبه الجمرك قد ايه، اللي هي بتبقى محطوطه على حسب الاتش اس كود بتاعها من واقع التعريفه الجمركيه. تمام. وبيتحط لك ضريبه قيمه مضافه اللي هي الستاندرد بتاعها 14%، وبيتحط لك الارباح التجاريه والصناعيه 1%. اوكي. هتدفع الرسوم بتاعتك حضرتك وتصرف. طب بقول لك ايه؟ الديوريشن بتاع السايكل دي كده المفروض تقعد قد ايه؟ لو الدنيا ماشيه. تختلف من منتج لمنتج. والله بص، في العموم هنفترض ان مفيش عروض، مفيش موافقات، مفيش كعبله في البرودكت اللي انت جايبه، ورقك سليم. المفروض من 4 لـ 5 ايام بكتير جدا. من 4 لـ 5 ايام، ولو في كعبله ممكن توصل لقد ايه؟ لا دي ما اقدرش ان انا اوضحها يعني. لان هدي لك مثال يعني، وده موقف حصل معايا شخصيا. كانت في شحنه كنت دايما بجيبها اجراءات بروكي معايا لا تتجاوز الاسبوع. في مره قعدت معايا 2.5 شهر في الميناء. يا ساتر. ليه بقى؟ في كونفرزيشن ما بين السبلاير والكاستمر بدون اي ذكر اسماء، هو كان بيجيب مواتير بتاعه البيبان اللي بتفتح المحلات وبتقفل. تمام. الراجل اللي في بره، في الدوله اللي بره، اقترح عليه ده انا هدي لك نوع جديد بيشتغل بريموت كنترول علشان تبدا تسوقه، فانت تعمل الباب بتاع المحل بدل ما انت بتعمله بمفتاح او بزرار، هعمله لك بريموت. تضغط على الريموت يفتح الباب بتاع المحل، تضغط على الريموت يقفل الباب بتاع المحل. اكيد ما كانش مقتنع بالريموت ده. يعني راح موجب معانا في الفاتوره وعمل لها فاتوره لوحدها، وكتب ريموتات بتشتغل بتكنولوجيا الواي فاي وثلاث موجات راديو والانتنة والاتصالات. عايز اقول لك ان هو حطيتنا كل الكلام
اللي لازم تتحبسوا بيه. عرض اتصالات اه تمام، ورفضوا في الاتصالات يدونا الموافقه لان الحاجات دي بتطلع بموافقه مسبقه، اوكي وعرضنا امن عام، وراحت عامل استعلام على المصنع لان المصنع مش في القاهره، المصنع بره القاهره في مدينه بعيده بدون ذكر اسماء برضو، وراحت عمل استعلام على المصنع. انت متخيل يعني ايه مصلحه الامن العام تبعت اخباريه لمديريه امن محافظه تانية علشان يروح يقابلوا صاحب المصنع ويروح يشوف المصنع؟ لا عشان الباب يطلع وينزل بريموت. كم قطعه يا هشام؟ مع 300 موتور، خمسه ريموت، يا لهوي، خمس ريموتات مرمزوكو. اه ما حاجه، ما هي دي المشاكل اللي بتخلي الناس فعلا تتحشد، بس هي بتبقى يعني نقول الله يكرمكم الناس اللي بتستورد وتصدر، نسق مع شركه التخليص الجمركي، نسق مع شركه الشحن تمام، حضرهم معاك من قبل ما تفكر انك انت تستورد. صح، عشان في الاخر هتيجي تقف هنا. هتيجي تقف وانت اللي هتدفع، هتدفع ارضيات وغرامات. انا شايف في سؤال عن الغرامات هنا نبقى نتكلم عنها دلوقتي يعني، ونشوف. طيب تمام، خلينا بقى نشوف خلاص هنبدا نطلع البضاعه بتاعتنا بعد ما ندفع الارضيات والغرامات ان وجدت. ان شاء الله ما توجدش يعني. بس طيب بص بقى، عشان خاطر ايه، في مثلا بتاع 900 كومنت، فاحنا حاول تشوف كده معايا الكومنت اللي انت ما غطيتوش. اصل انا المشكله ان انا يعني شايف ان في كومنتات اوريدي اختفت. اه ما انا عندي نفس المشكله، بس يعني هنجيبها ان شاء الله. طيب تمام. اه الناس اللي بتجيب اجهزه طبيه دي برضو اكيد بتتعب يعني. الايه؟ الاجهزه الطبيه مالها؟ في ناس بتطلب حاجات باسعار اصناف مماثله يعني، زي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام. طب استنى عشان في كذا سؤال هنا. اه موضوع الغرامات، ممكن توضيح الغرامات داخل الميناء ومتى تبدا في حال تاخر ال طيب فسح. موضوع الغرامات، خلينا نتكلم عن موضوع الغرامات. الخط الملاحي النهارده تمام، الراجل عامل لنفسه شويه حاويات يديهم لمصدر، يملاهم بضاعه ينقلهم له بسرعه، ياخدهم المستورد ياخد البضاعه يفضي البضاعه ويرجع الحاويه علشان يشغلها مع حد تاني. اه تمام، انا بتكلم باسلوب سهل وبسيط علشان بس لو في حد بروفيشنال أيوة ممكن أيوة. يعلق على اوصل المعلومه بشكل بسيط لا جدا. تمام، ده اللي احنا متفقين عليه. تمام. طيب انا النهارده مصنع وعايز اصدر بضاعه، هل يجوز او هل يصح ان انا اروح واخد الحاويه قبل ميعاد المركب بشهر وافضل راكنها جنبي في المصنع وبخزن فيها بضائع، ولما يجي ميعاد الشهر اروح بعتها المينا علشان تسافر؟ لا لا، نفس القصه فين؟ في الوارد. ينفع ان انا تبقى ليا بضاعه في المينا اخدها واروح راكن الحاويه جنبي في مخزني علشان ما عنديش مساحات تخزينيه، ولما يجي لي مزاج ابقى ارجع الحاويه للخط الملاحي؟ او ينفع تقصيري واخطائي في التخليص الجمركي انها تقعد شهرين ونص في قلب المينا والحاويه بتاعتي انا واخد عليها شحن مثلا 500 600 دولار؟ ده مش منطقي. فالحدود الملاحيه بتعمل ايه؟ بيقول لك انا هدي لك فتره سماح على الحاويه بتاعتي، عشان نفرق بس ما بين الحاويات وما بين الارضيات، هدي لك فتره سماح عن الحاويه بتاعتي من قبل ما تستلم الحاويه فاضيه، تاخدها تملاها بضاعه ترجعها المينا تعمل اجراءات التخليص الجمركي لغايه لما تطلع على ميعاد المركب اللي انا ببقى مبلغك بيه مسبقا. تمام. ليك مهله قد ايه؟ على حسب ما بنتفق، 7 ايام 10 ايام 14 يوم 21 يوم. اوكي. طيب لو تجاوزت المده دي يبدا يعد عليك غرامه. نفس القصه بتحصل فين؟ في الوارد. من اول ما الحاويه ما بتنزل من على ظهر المركب. تمام؟ هيدي لك مثلا وليكن سماح 21 يوم.
طب احنا عشان هنفترض ان المركب وصلت يوم 1/5، تمام. المركب وصلت يوم 1/5 والحاويه بتاعتك نزلت يوم 1/5، ليك 21 يوم تعمل فيهم ايه؟ تعمل كل اجراءات التقليص الجمركي بتاعك وتخرج البضاعه بتاعتك وتوديها مخزنك او مصنعك، تفرغ البضاعه وترجعها لي فاضيه قبل يوم 21/5. اوكي. طيب لو بعد سرقت 25/5، اولا هيقول لك انت الحاويه دي لسه خارجه من الميناء، انا يهمني وهي راجعه لما ترجع فاضيه، هحملك يومين ذهاب يوم وعوده يوم. اوكي. ولو حاجه زي اسوان ممكن يحملك 4 ايام ذهاب وعوده. فهيدفعك رقم واحد الفرق ما بين يوم 21 اللي هو 22 23 24 25 ويدفعك اليومين الذهاب والعوده، يبقى احنا بقينا بنتكلم في كتير. تمام؟ عندك 21 يوم. صح. كنت فين كل ده؟ تمام؟ اوكي. طيب العبره في الغرب برجوع الحاويه فاضيه تاني لساحه الخط الملاحي او الميناء. ماشي، يعني بتاخد وقت ولازم تخلص حاجتك وترجع لهم الحاويه فاضيه في الديورنج الوقت اللي متفق عليه. نرجع نقول برضو للامانه العلميه ان اسعار الغرامات بتاعه الخطوط الملاحيه في مصر من اعلى اسعار الغرامات على مستوى العالم. ودي بقى اللي بنتمنى فيها تدخل بقى وزاره التجاره والصناعه ووزاره النقل وهيئه الميناء، ان هم يرحموا المستوردين والمصدرين المصريين من الغرامات المبالغ فيها. اوكي. ربنا يا رب يفهمكم، انتوا شغالين شغل صعب قوي. طيب محمود علي حبيبي، يا هشام اللي بتاعه الخطوط الملاحيه بياخدوا فيها ضعف اللي بيدفعوه لهيئه الميناء، مصاريف التفريغ الونش بتاع هيئه الميناء اللي بياخد الحاويه من على ظهر المركب ينزلها على الارض، هم بيحاسبوا هيئه الميناء بريت وبيرجعوا يبيعوا الريت دوت تاني بضعف المبلغ اللي هو مع اذن التسليم. مصاريف التفريغ اللي بتدفع اثناء مرحله اذن التسليم بتبقى بالضعف. معلش يا صديقي، قلبي وجعني والله. خليك الكومنتات كتيره والله يا جدعان، هنجاوب على كلهم. هو فين اقرا كده عندك وانا بقى بشوف عندي. طيب خلينا دي ناخد من النهايه تحت. هل معنى كده ان المستورد ما يقدرش يحدد الضريبه الجمركيه قبل وصول البضاعه من الخارج؟ ده استاذ ابراهيم عوض. لا يقدر يا فندم طبعا. تمام. زي ما قلنا في المكتب الفني في مصلحه الجمارك تقدر تروح تتكلم معاهم وتجيب كل التفاصيل، لو في اي بيانات مستندات مؤيده لعمليه الاستيراد وللبضاعه اللي انت عايز تستوردها بتسلمها، وهم بيوضحوا لك كل حاجه. تمام. هو ايه قرار 43 ده يا جماعه؟ ده اللي هو تسجيل المصانع. قرار 43 ده بينص على ايه؟ نوع برضو من انواع ان انا اضمن ان المنتج اللي يدخل للمستهلك المصري هو منتج مطابق للمواصفات. في حاجه تبع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات اللي هو قرار 43 دوت، بيطلب ان اي مصدر هيصدر منتج هيستخدم للمستهلك النهائي مباشره لازم يتسجل في الهيئه العامه للرقابه على الواردات على الصادرات والواردات. يعني ما ينفعش ان انا استورد منه حاجه من بره مباشره قبل ما يكون متسجل في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. فمعناه ان انت الاول قبل ما تجيب اي منتج وليكن الاجهزه الكهربائيه، قبل ما تجيبها من بره وتبيعها هنا في مصر، تروح الاول للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات تقول لهم والله انا في مصنع اسمه اكس في الصين مثلا عايز اسجله. تمام. منهم كل الاجراءات، هيطلب منك مجموعه اوراق الشركه اللي هي الاوراق المفروض القانونيه الموازيه للسجل التجاري والبطاقه الضريبيه ورخص التصنيع والموافقات الصحيه ان وجدت والكلام ده كله. تمام. وبتيجي الاوراق ديت وبتترجم وبيبقى لازم معاها شهادات ايزو وحاجات زي كده، بتتسلم للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، بتتراجع المستندات وبيطلع القرار، يا اما يطلع لها قرار بان هي تصدر لمصر او ما يطلع لهاش القرار. حلو قوي ده استاذ محمود، على فكره من اقوى الناس بتاعت البروكيرمنت يعني. يا ده حصل لنا الشرف يا فندم.
طيب قلب قلب بسرعة قلب. طيب مسموح بكام يوم نطلع فيه البضاعة من الجمرك بدون أرضيات؟ بتختلف من ميناء لميناء. موانئ زي اسكندرية والدخيلة 5 أيام، السخنة 7 أيام، فبتفرق من ميناء لميناء. ممكن شرح بسيط للاستيراد بصور الورق فقط بدون أصول؟ التلكس. لا التلكس دوت في البوليس يا فندم، في البيل اوف ليفينج. تمام؟ ودي ما بناخدش فيها اصل بوالص، وبنعتمد ان احنا بتجي لنا الصوره بتاعت التلكس ديت، وبناخد اذن التسليم من الخط الملاحي بدون ما نرجع لهم اصول البوالص اللي بتبقى جات لي من المورد. عايزين سيشن عن الحاويات والتلاعب بيها لا وكيف. عادي ما تجيبش بالك. حاضر هعملها لك حاضر. تمام. بس دي الغرامات من الوكيل الملاحي. اه ما احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، دي كانت الغرامات بتاعت الخط الملاحي. تمام. هو في فرق ما بين السي واي بيل والتلكس ريليف بين الجمرك، هي ما لهاش علاقه بالجمرك على قد ما هي بتبقى ليها علاقه بالخط الملاحي عشان اقدر اسحب اذن التسليم. سؤالي عن غرامات داخل الميناء من ارضيات وكهرباء في حالة الحاويات المبردة أو المجمدة. طبعا بتختلف على حسب الحاويات، لو مبردة بيبقى ليها تعريفها مختلفة، حتى الحاويات اللي بتطلع بيبقى محطوط عليها جنريتور بيبقى ليه أتعاب برضو زيادة، عشان أنت من الدول القليلة اللي بتطلب 21 يوم، ده سبب إن الغرامات عالية. ماشي يا عم حازم، بس أنت برضو عارف إن بره الدنيا مش كده يا عم حازم. حازم أخويا وحبيبي يعني. ف لا يا خدت بالي. تمام. هو فعلا حاجه غريبه الكومنتات اللي فوق راحت، مش عارف لما انت طلعت ودخلت الكومنت. عشان كده بقى بجيب بصراحه، بجيب من اللي بقى. تمام. غرامه الوكيل في السعوديه 100 ريال للحاجه. والله انا ما اقدرش ان انا اعرف. لو حد من هنا يا جماعه يعني يعرف حاجه ريت بالسعوديه برضه يا ريت يجاوب. طيب السؤال، احنا هنا في مصر الغرامه بتاعت الوكيل الملاحي بتوصل ل 100 وال 120 دولار في للحاويه في اليوم. فلو قارناهم هنلاقي ان الارقام برضو اكبر بكتير. سمعت ان ممكن يتم التخليص الجمركي والشحنه لسه على ظهر المركب في البحر. في اداره الاسباق الافراج المسبق اللي موجوده في السبتيه عند بنك السي اي بي، لو حد سال فين بنك السي اي بي اللي في السبتيه، هي هناك بتقدر تعمل الاجراءات بتاعه الافراج المسبق، وبتمشي كل الاجراءات ما عدا الكشف والمعاينه، هي دي اللي بتتم لما الحاويه بتاعتك بتوصل. استاذ ابراهيم عارض الميناء الاكثر احترافيه سواء كانت صادر او وارد، هل ممكن تريكومند ميناء ولا المواني انتوا بتظبطوها اكوردنج ل الميناء الاكثر احترافيه سواء صادر او وارد؟ لا يا فندم، على 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 حسب الحاجه يعني. اولا مثلا يعني خلينا اكون صريح معاك، لو انت مصدر مثلا وبتصدر من مناطق صناعيه زي 6 اكتوبر، السادات، ابو رواش، عندك ميناء جاف اسمها ميناء 6 اكتوبر الجاف وميناء سوسدي الجاف، هيسهلوا لك الاجراءات بشكل كبير جدا. تمام. الموضوع مش احترافيه. تمام. ولكن في ان الاجراءات عندهم هتبقى اسهل، لان انا المصنع والجمرك وشهاده المنشا والادارات اللي بتعامل معاها كلنا موجودين في دايره مثلا 5 كيلو متر مربع. تمام. انا ما بحسبهاش احترافيه على قد ما هي بتخليها بقى على حسب الافشنسي. يعني انا جايب حاجه من الصين ما اروحش ابعتها على اسكندريه، دي من وجهه نظري. ايوه صح. في نفسي 10 ايام زياده في الوقت اللي هي ممكن تيجي تنزل السخنه وتعمل الاجراءات بتاعتها في السخنه. ما ينفعش ان انا اكون مثلا موجود في منطقه زي العاصمه الاداريه الجديده واروح استورد البضاعه بتاعتي على اسكندريه وهي جايه لي من الصين، اجيب من الصين على اسكندريه عشان تنزل من اسكندريه على العاصمه الاداريه الجديده، ما انا عندي السخنه مثلا. استاذ احمد خلاف رد على استاذ محمد بخصوص موضوع ال تمام. رشح لي بقى اسئله هشام عشان بدات اتوه. ما انا توهت، انا توهت اصلا عمال اجمع الاقي الحاجات بتتكرر تاني. طب بقول لك ايه، قبل الاسئله عايزين اخر حاجه، دايما بختم بالحته بتاعت الكواليفيكيشنز والناس اللي عايزه تخش تشتغل في المجال بتاع، مش يعني هو ما فيش جمارك قوي بعينها يعني، بس من حيث بقى المهارات ومن حيث المعلومات المفروض الناس دي تكون عامله ازاي وشخصيتها والتدريب عامله ازاي، لحد ما تشوف لو في اي ناس من عندها كومنتس. طيب يقولها لحد ما نخلص الحته دي.
الكواليفيكيشن. خليني اقول الاول الكواليفيكيشن بشكل خاص للمستوردين والمصدرين، وبعد كده هدخل على الناس اللي شغاله في المجال وارمي كويس اوكي كده في العموم. الساده المستوردين والمصدرين واصحاب المصانع اللي بيستوردوا ويصدروا، ارجوكم 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 شركات التخليص بارتنر ليكم. الراجل ده بيشوف فاتورتك اللي انت مستورد بيها الاسعار اللي انت ما بتقولهاش لحد، فاتمنه اكتر، اعتمد عليه اكتر في عمليه التخليص بتاعتك، شير معاه المعلومات، اهتم بالكوميونيكيشن، حضروا البضاعه لسه موجوده على ارضها عند المورد ولسه ما اتشحنتش، اعتمد عليه انه يساعدك. صح. رقم 2، الساده المستوردين والمصدرين، حدد طريقك مع الجمرك اعتمادا على شركه متخصصه او بنفسك تروح تنزل تروح وزاره التجاره والصناعه وهيئه الاستثمار والكلام ده كله. ما ينفعش تاخد الكلام من واحد جنبك. انا ممكن يبقى في عندي مصنعين يا هشام، المصنعين لازقين في بعض في نفس المنطقه الصناعيه في نفس المدينه، نفس النشاط نفس الصناعه نفس الخامات اللي بيصنعوها نفس المنتج اللي بيصنعوه، وده يمشي باجراء وده يمشي باجراء. ليه؟ لو واحد فيهم مؤسس شركته على قانون 159 بتاع الشركات المساهمه، ده قانون قديم في التاريخ مش متذكر التاريخ بالظبط، ده لما بينزل يطلع مثلا السجل الصناعي بتاعه بيروح يطلعه من هيئه التنميه الصناعيه، ورخصه التشغيل بيطلعها من هيئه التنميه الصناعيه، لما يحب يطلع مستند استيرادي بيروح الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات اللي في معروف اللي ناحيه عبد المنعم رياض، يروح يطلع حاجه اسمها بطاقه احتياجات او بطاقه احتياجات او مستلزم انتاج او رخصه استيراديه او بطاقه استيراديه. تمام؟ المصنع اللي جنبه ممكن يكون مسجل على قانون 8 لسنه 97 اللي اسمه قانون ضمانات وحوافز ضمانات وحوافز الاستثمار، اللي تم تحديثه بقانون 72 لسنه 2017 اللي اقره الرئيس السيسي. تمام؟ خلاص القانون القديم اتلغى وده البديل بتاعه. القانونين دولت انت بتتعامل مع هيئه الاستثمار، تروح تطلع رخصه التشغيل بتاعتك من هيئه الاستثمار وتطلع الرخص الاستيراديه والتصديريه بتاعتك برضه من هيئه الاستثمار. تمام؟ فالنهارده لما تيجي عندك مشكله وعايز تحلها، عايز فاتوره تختمها، الراجل اللي تبع قانون 159 يروح يختمها من هيئه التنميه الصناعيه اللي في التجمع. الراجل اللي مسجل تبع هيئه الاستثمار يروح لهيئه الاستثمار اللي في صلاح سالم او اللي في 6 اكتوبر مثلا هنا، لو هو مثلا من مصانع 6 اكتوبر. مصنعين نفس المنتج ونفس الخامه ونفس المكن ونفس كل حاجه، بس ده متسجل بقانون وده متسجل بقانون. لا لهوي على التفاصيل. تمام؟ فارجوكم حددوا طريقكم يا اما من خلال شركه متخصصه يا اما بالاعتماد على نفسك. انزل اسال، ادي العيش لخبازه ما بعد اذنك. انا شايف موضوع ادي العيش لخبازه ده مهم قوي بجد، يعني مهم قوي انك تتعامل مع شركه تخليص تشيل لك الهيدك البشع ده وعارفه تفاصيل، لان واضح ان التفصيله الصغيره في الحته دي بتودي في داهيه. مع احترامي الشديد، كلمه مكتوبه مش عارف ايه رقم فيه ايه حاجه مستند يعني حاجه صغيره قوي ممكن تعطلك كتير قوي وتدفع غرامات كتير قوي. مظبوط. مع احترامي الشديد، في ساده محامين ساده محاسبين بيدخلوا في شغل الجمارك. تمام؟ بعضهم على قدر كبير من العلم وبيقدر يفيد، وبعضهم بيدخل في حته مش بتاعته. انا لما يجي حد يكلمني في اي حاجه مرتبطه بالمحاماه هقول له ما اعرفش، لما يجي حد يكلمني في الحسابات والميزانيات هقول له ما اعرفش بالرغم ان انا يعني باك جراوند حسابات. فالنصيحه بتاعتي الثالثه، ادي العيش لخبازه. نيجي بقى للشباب. المقبلين. هنقول بقى النصايح. الكواليفيكيشنز عندك ثلاث حاجات تاخد منها المعلومات اللي انت عايزها. الاولانيه الكورسات الانترناشونال، عندك السي ال تي دي بتاعت ايبكس، روح خدها هتفيدك في مجال اللوجيستكس بشكل عام. في التخليص مفيش. صح. ما هو التخليص مرتبط بكل دوله، يعني الكورس بتاع السي ال تي دي دوت كل دول العالم، بس التخليص المدرك في كل دوله مختلف. تمام؟ فمحدش هيقدر يغطيه. طب اغطيه من فين؟ عندك حاجه اسمها المعهد الجمركي.
موجود في ابراج ودار الماليه شارع امتداد رمسيس ناحيه نادي السكه. حضرتك هتدخل مبنى 3 الدور العاشر. قول لهم في الدورات بتاعتك دي اخر كورس ايه اللي كنت بتاخد دي كورس اخر حاجه. وسعيد جدا ان انا رحت، سعيد جدا 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 في قمه سعادتي ان انا رحت واخدت الكورس دوت معاهم هناك. كويس. المعهد الجمركي ماشي ده او جمارك بالظبط. يبقى انا رقم واحد بالنسبه لي الجزء بتاع الكورسات الانترناشونال والمعهد الجمركي. الجزء الثاني الممارسه العمليه مهمه جدا 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 في مكانها. اوعى تعتقد ان انت هتبقى شاطر في التقليص الجمركي وانت قاعد على مكتب. طبعا كل ما تبقى ليك شحنه في ميناء جديده انزل روح الميناء وشوف الدنيا عامله ازاي. اتفرج من بعيد، انا ما بقولكش تدخل في اختصاصات المستخلص، روح اتفرج. يعني انا واحد من الناس ببقى في قمه سعادتي لما بروح الميناء. ايوه صح. وبعدين انت فعلا رحت المواني كلها فعارف طبيعه كل ميناء، عارف ايه العيب وايه الميزه بكل ميناء. مهم طبعا. تمام. ده رقم اثنين او ثلاثة مش فاكر. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي هتفرق السماء عن الأرض. جيب القوانين المصرية، ادخل اشترك في الجروبس على الفيسبوك وعلى الواتساب. تمام. اقرا القوانين قراية جرايد. انا كنت باجي مثلا والله يا هشام اجي امسك قانون كده الاقي ايه بالاطلاع على قانون تاسيس شركات المساهمه رقم كذا، بالاطلاع على قانون ضريبه القيمه المضافه رقم ايه ده ايه ده ايه ده، اروح كاتب القوانين ديت خمس ست سبع قوانين واحطهم في الدور، اروح فاتح القانون اللي بعده الاقي ست قوانين تانيين، ابدا اختار ايه اللي يهمني وايه اللي ما يهمنيش. ابدا نزل الاتفاقيات، اعرف مصر جمركيا بتتعامل ازاي، بتعمل ازاي النقطه بتاعت التقييم الجمركي. تقييم الجمركي والله قاعد كاتبه، يعني بحاول ان انا اعصر دماغي ان انا اكتب حاجات كتيره. الاتفاقيات، التعريفه الجمركيه، الرسوم الجمركيه والضرائب، اقرا عن منظمه التجاره العالميه، منظمه الجمارك العالميه، التقييم الجمركي، الاتش اس كود، القوانين واللوائح المصريه، الجمارك والضرائب، قانون الاستيراد والتصدير، قانون الاعفاءات الجمركيه. والله العظيم يا جماعه كميه حاجات غايه في الاهميه. فاهم؟ ما بقولش اقرا كل ده لان انت في الاخر مش هتستخدمه كله، لكن وانت بتقرا هتحدد، هتيجي في حته معينه تروح حاطط دايره هنا تحدد عليها. تمام. طيب انا هقول لك على حاجه، معظم المصانع اللي متسجله تبع قانون 8 وتبع قانون 72، ودي معلومه للاسف ما بيسعاش ليها معظم المصانع، لو استورد اي مكنه وهو مصنع جديد تحت الانشاء او بيعمل توسعات في المصنع بتاعه تخفض الضريبه الجمركيه ايا كانت 30 40 50% ل 2% فقط. ياه. وتخفض ضريبه القيمه المضافه ل 5%. في ناس بتستورد عادي ويدفع ومش واخده بالها مش عارفه. والقرار اللي نازل كام؟ ثلاث اربع ورقات. يعني مش هياخد منك ثلاث دقائق رأيك. يعني خليك متطلع، ما انت لازم تقرا الحاجات اللي تخصك. يعني دلوقتي انا بقيم نفسي حاسس ان انا متحامل على الناس المستوردين والمصدرين، والله يا جماعه في ايدينا مفاتيح لو لعبنا عليها هنحل اكتر من 50 60% من حجم المشاكل اللي بنواجهها في التقليص الجمركي اذا ما كانش اكتر. ده اجابه السؤال اللي بدانا بيه خالص. ايوه صح. يعني تصدق هو الموضوع برضه يا صديق مجرد معلومات لازم تكون عارفها وعارف دورك ايه وعارف التفاصيل وعارف المستندات وعارف الاوراق وعارف يعني واحنا كلنا بنتعاون يا هشام. يعني انا الموضوع بالنسبه لي ما هوش بزنس. انت كام مره يعني انت او اخواتنا او صحابنا ناس بيكلمونا بالتليفون بنقعد معاهم على التليفون نص ساعه ونص ساعه المعلومه اللي عندي بديها بصراحه برضو. يعني مش عشان انت معايا والله، يعني انتم او كل زمايلي اللي انا جبتهم هنا بصراحه حاجه يعني الناس دي فعلا بتساعد يا جماعه عشان خاطر الساعه. لا مستنيها مصلحه من حد ولا مستني، ما هو الصديق عنده الشغل وعنده شركته وبتاع، لا جبنا سيره الشركه ولا قلنا عايزين نشتغل معاه، بس هو فعلا من اكتر الناس اللي تقدر تسبورت كده لله في الله هو وكل زمايلي اللي طلعوا، فربنا يبارك لهم. الكاتب انا اعرف مدير المعهد الجمركي دكتور محمد الهواري. الهواري دوت موجود في المعهد الجمركي، مكتبه مفتوح 24 ساعه لاي حد.
انا بغض النظر عن الكورس في اي وقت تدخل له تساله في اي حاجه يديه الله اكبر عليه، الله اكبر، ربنا يديله الصحه في ناس وطول العمر، محترمة كتير والله. تمام، موسوعه جمركيه كامله، وعمري ما شفته بيدخل على اي حد باي معلومه. بلاش احمد صديق يا عم، احمد صديق ذره تراب بالنسبه للاساتذه والعلماء دول. ربنا يبارك لكم جميعا. في بس حد كان، معلش، محمد حامد كتب الكومنت ده كذا مره. آه لا مش محمد حامد، هو راحت فين؟ كان هو عايز يستورد. اهو استنى، الكومنتس بتروح. لو هستورد معده ميكانيكيه مستعمله من المانيا عليها جمارك ولا لا؟ عشان بس كده الكومنت ده كذا مره. يعني شوف لو هستورد معده ميكانيكيه مستعمله من المانيا عليها جمارك ولا لا، على حسب البند الجمركي بتاعها يا عوض. تمام، ويجوز كمان لو هي عليها جمارك وعرفت تطلع لها يورو 1 تقدر ان انت تقفيها. حلو صديق، انا عايز اقول لك مفاجاه، احنا بقى لنا ساعتين. اوبا، انا مش حاسس بالوقت. بقى لنا ساعتين، الساعه 5. السؤال باقي قد ايه على الفطار؟ هو ده المهم بالنسبه لي. خلاص كده احنا بنقرب برضه كمان المره اللي فاتت تطول معانا. طيب انا بجد والله يعني هستاذنك برضه بعد ما تخلص، لو في اي كومنت ما لحقناش نكفر ترد على الناس، انا عارف انك هتعمل كده يعني. حاضر ان شاء الله. وانا يعني انا بشكرك جدا جدا جدا، لان انا عارف ان موضوع الجمارك صعب. انا لسه ما قفلتش، خلي بالك احنا لسه قاعدين لحد ساعه كمان. لا انا هختم بس بدقيقه للشباب بسرعه قبل ما الشباب ما قلناش. الشباب اقرا كتير، اتعلم كتير، ذاكر وخد كورسات. شغلانتنا فيها صفات مهمه جدا 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 لازم تتحلى بيها. اولا انت راجل قوي، اوعى في يوم تبقى ضعيف. ليه؟ انت حلقه وسط ما بين بلاننج، ما بين بروكيورمنت، ما بين وير هاوسنج، ما بين برودكشن، ما بين توب مانجمنت، ما بين مستخلصين، ما بين سواقين نقل، ما بين شركات شحن، ما بين جمارك. فانت راجل قوي لازم تعرف ان انت قوي. صح، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، القوه ما هياش قله ادب، عمرها ما بتيجي بقله الادب. القوه انك انت عارف الحق بتاعك وتسعى. رقم اثنين، شغلانتنا محتاجه الهدوء بدون توتر. اقعد واهدى وامسك الورقه والقلم واعمل بلان هتمشي. يا جدع ده الموضوع صعب قوي في التوتر بتاعك ده، انتوا الله يكون في عونكم والله العظيم. لو ما حصلش كده بغض النظر عن الضغط والسكر والزهايمر اللي بدأ تمام؟ هتوصل لنتائج عكسيه غير اللي انت توصل لها. رقم ثلاثه، المجال ده بيأكشن، بيحب الالغاز، بيحب الحركه، ما بيحبش قعده المكتب، بيحب التركيز، بيحب النظام. اجنده صغيره معاك اكتب. صح. بيحب اللي يقرا، بيحب اللي يتعلم. المجال بتاعنا اخر حاجه واهم حاجه لازم تتعلم فيه دقه المواعيد. ما فيهاش هزار دي. دقايق؟ لا. انا جاي ربع ساعة يبقى دلوقتي الساعة 3 الا 5، 5 الا 5 تبقى 5 و10 موجود. صح. الشحنة هتطلع بعد بكرة، تبقى أنت عامل حساباتك إنها تطلع بعد بكرة. مش عشان تزحلق مديرك وتخليه يطلع بره مكتبك تقول له طلع النهاردة كمان ساعة. مش صح. صح. المعلومة اللي أنت بتقولها بتبني عليها بلانز في برودكشن، بتبني عليها بلانز مع ادارات ثانيه. لو في معده انت قلت انها جايه بكره ومحتاجه وينش، الشركه هتدفع عليه 20,000 جنيه وينش عشان ينزل المعده دي، والحاويه ما جاتش في ميعادها ولا المعده ما جاتش في ميعادها، اتدفعت 20,000 جنيه للراجل بتاع الوينش بدون ما يشتغل 5 دقائق. فاحترام المواعيد. انا كده خلصت الجزء اللي عندي، يا رب اكون فدتكم جميعا. والله عايز اقفلك والله. انا قلت لك كده بتتكلم على الجمارك، اسمع مني. طب جربني جربني الحاجات دي. والله يا صديق مش عارف اشكرك ازاي بجد على طولت عليكم وازعجتكم. لا لا لا. بس انا والله مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وبتمنى ان ربنا يعني ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعل علمنا دوت خالصا لوجهه الكريم. يعني ده اللي انا بتمناه دايما من ربنا يعني. لا بجد والله بجد يعني، من مش عشان انت موجود، بجد من اكتر الحاجات الصعبه اللي بسطتها. ولو اي حد يا جماعه محتاج اي حاجه، اللايفات اللي فاتت كلها موجوده. وبصراحه بقى بما ان النهارده اخر لايف، ف يعني الحمد لله
انا تعبت والناس تعبت وانتوا تعبتوا عشان خاطر تجمعوا الكلام ده. لو سمحت اقعد امسك كده كل لايف والتاني واكتب، اقسم بالله احسن من اي كورس. انت لو شفت يا صديق كل السيكونس اللي احنا ماشيينه، لو كل معلومه من الناس اللي بتتكلم فيها دي كتبتها بس كده وحفظتها، انت خلاص انت كده انت معاك دبلومه، انت معاك سبلاي تشين ان تو ان دبلومه كامله. والناس اللي جايه دي يا جماعه، الناس دي كان عندها شغل وعندها تعب وعندها حاجات تانية كتير، ومع ذلك فضلت نفسها وطلعت عشان خاطر تقول لكم الكلام ده، ولا واخدين فلوس ولا واخدين نيله. بجد والله يعني شكرا اولا انكم يعني الريسبونس، يمكن الريتش ما شاء الله من انا شايف حاجه يعني محترمه، وانا فرحان بالصفحه بصراحه، فرحان بالناس اللي عليها، مش مجرد ناس موجوده كده وخلاص بتعمل عيال، لا يعني اكتر الناس اللي عندها انجيجمنت. كل فيديو والتاني بيبهرني اكتر بالكومنتس والشيرز واللايكس. اتمنى يا رب يكون البروجرام عجبكم، وخلينا اقول لكم النهارده اخر لايف في الموسم الاول اللي هو الزاويه الايه، في موسم تاني وهيكون بشكل مختلف شويه. انا بشكر كل زمايلي اللي طلعوا معايا، كل اصحابي واخواتي، والموضوع اللي ما بيننا اكبر بكتير من اللايف، يعني هم بجد يعني ناس محترمه على اكمل وجه. لو سمحتوا كل واحد يخش يعمل اد لكل الناس اللي كانت موجوده، يبدا يتعامل معاه، يحاول يوصل له باي طريقه، هتستفيدوا. مفيش ولا واحد فيهم هيقول لكم لا ومشغول وكلمني بعدين، لو عنده حاجه هيسيبها ويفيدك. ده من يعني من عشرتي معاهم. فبجد شكرا لكم، واتمنى يا رب يكونوا انبسطتوا. مستر صديق احييك، واتمنى يا رب اللي احنا فيه دوت يعني على خير، ونرجع كده تاني ونتقابل. طبعا رمضان في اواخر ايامه، يعني شهر بركه ورحمه، وداخلين على ايام عيد، ربنا يجعل كلها اعياد وفرح وسرور، وربنا يزيح الهمه الموجوده دلوقتي بتاعت الكورونا، وترجع الدنيا احسن من الاول. نرجع نقول يعني رب ضارة نافعة، ما حدش يعرف. أنا شايف إن الموضوع بتاع كورونا دوت هيغير تفكير ناس كتيرة للأحسن، هيطور في حاجات كتيرة كنا مغمضين عينينا عنها الفترة اللي فاتت، هيحدث ويطور في حاجات كتيرة جدا. نتفائل بالخير، وكل سنة وانتم طيبين، وسعيد جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة وطولت عليكم. نورتنا عليكم كلكم، نورتنا. شكرا لكم يا شباب، شكرا لكم، كل سنة طيبين وعيد سعيد يا رب عليكم. السلام عليكم.